شاطر النيورو ده مواضيعه ايه عشان الناس برضه دي طيب دي المواضيع دي المواضيع اللي احنا نتعامل معاها في النيورو المفروض اللي هي 90% من الحاجات اللي مطلوبه منك في الدرجه دي مالكيش مواعيد الصبح دي ناس كده معلش احنا لو المدرج الساعه 7 بقى هنعمل ايه؟ مفيش مشكله هما كام يوم هيعدوا هو خلاص درست وقت طيب هيدروكاتلس بتيديو كونفرجن وموتر ريتمنت بتين انت الفيكشن ومنت الريتمنت لاحظوا حاجه بس في مواضيع شبه بعض قوي يعني انا قلت عايزين تذاكروا هتجمعوا ده مع ده مع ده هما تقريبا ذاتين سي بي كونفرجن ومنت الريتمنت معينه نفس الاسباب نفس الشكل نفس كل حاجه نفس الكومبليكيشن خلاص نحاول كده ناخد الموضوع موضوع كده بسرعه واحنا ماشيين اللي عنده مشكله يقول لي فيهم غير اللي انا هقوله الهيدروكاتلس ده اول موضوع طبعا ده انا عندي زياده في السي اف اف زياده السي اف اف المفروض تشمل حاجتين تشمل البرودكشن اللي هو زياده في البرودكشن بتاع السي اف اف او نقص في الابزورب زياده البرودكشن او نقص الابزورب انتوا كنتوا عارفين طبعا المفروض انا عندي اثنين لاترال فينتريكل مش كده بينزل من السيرس اف بيروح لواحد من السيرس وبعدين من السيرس بيروح لواحد اسمه فورس وبعدين بيخرج من الثلاث فتحات من فورس اللي هم الثلاث كوره من الفلوس او من الكلام ده وبيمتص من فوق من هنا مفيش حاجه اسمها طبعا ماي بالبر ده اللي هو لاترال سيرس فورس وبعدين ده كوره من فوق مش كده بس ده هو ده اللي بيجي بص يا كابتن السيرس اف عشان برضه تبقى متخيل احنا بنقول ايه هو بيتصنع في الاوضه دي حته اسمها كرويد بلفتر بتاع الالكتر الكرويد بلفتر ده مصنع السيرفر اللي هو بيطلعه يبدا ينزل 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 يروح للسيرفر وبعدين يسترجع للفورس وبعدين من الفورس بيخرج من ثلاث فتحات اسمهم نصفه ومجال ويلف هنا في السبيس ده اسمه طبقه جنون السبيس اللي انا واقف فيه برضه لو انا بدات اصنع في الكرويد بلفتر ومشي الدنيا وخرجت السيرفر اف من داخل الاوض دي لبره هنا يعني لو السيرفر اف اللي هنا متصل بهنا بيسموه كوميونيكيتنج هيدروكابتر كلمة communicating معناها ان ال CSF inside البرين inside البرين connected بال CSF او inside البرين بس ده كل المعنى لو انت لسه اللي جوه متصل باللي بره ده اسمه communicating طب لو انا جيت رحت فاصل كده رحت فاصل كده قبل هنا هل ال CSF اللي هنا متصل باللي هنا؟ تقولي لي لا فيبقى اسمه قسم تاني non communicating فعشان بس لما حد فيكم يعني ايه هيدروكابلت او بستراكتف يعني ايه نون بستراكتف يعني ايه كوميونيكيتنج يعني ايه نون كوميونيكيتنج تقول له السي اس اف انسايد الكرينيوم طبعا الكرينيوم ده المفروض الحته دي ده البرين دي ده البرين بتاعي الحته اللي انا واقف فيها دي كلها وهنا العظم بره هنا ده العظم وده المسافه بين العظم وبين المخ اللي هي بيمشي فيها في طبقه نويز كلوز اللي احنا شايفينه ده فانا عندي اسباب الهيدروكابلت ايه؟ كونجنتال كروماتيك انفلاماتوري نيوبلاس كونجنتال كروماتيك انفلاماتوري نيوبلاس انواعه ايه؟ انواعه اوبستراكتيف او نون كوميونيكيتنج وكوميونيكيتنج باسمين كوميونيكيتنج ونون كوميونيكيتنج او اوبستراكتيف ونون اوبستراكتيف يعني ايه اوبستراكتيف يعني ايه كوميونيكيتنج يعني ايه نون كوميونيكيتنج قلنا السي اس اف انسايد الفيتريكولار سيستم كونكتد بالسي اس اف او الدايت اللي هو بيستبقى اكنوز كونجنتال اشهر اسباب كونجنتال حاجه اسمها اسمنت بيستبقى اكنوز في اللايف حاجه اسمها ضغط في سيلفي سينوسز وضغط في سيلفي في الدكاتره اللي هي بتوصل للسيلف بالراس الحته دي دي اشهر مكان للهايدر كيفنس على الاطلاق كونجنتال ضغط في سيلفي سينوسز وكونجنتال ابسنت اوف ستار باراكنوز بالله اللي هي بتعمل ري ابزورشن اللي هي بتسحب في الشيرت اف فما بتسحبش عشان كده ضغطه بينزل ده كونجنتال تروماتيك انترا فينتريكولار هيموريج او ستار باراكنوز هيموريج دول الاثنين تروماتيك النيو بلاستيك اثنين تيومر وده بيجيلكم في الامتحان التيومر اللي بيجيلكم الشهير اللي هو ده كرويد بلسفس بابلوما كلمة كرويد بلسفس بابلوما معناها ان الاس اف بيبدا انتاجه يزيد لان المصنع حجمه الضخم كرويد بلسفس بابلوما في تيومر تاني بيعمل في تيومر اسمه ميدالو بلاستوما
مظله المقطومه ده المظله اصلا موجوده قصاد الفورت فينتريكل ده بالظبط، دي منطقه المظله. فلو ظهر فيها تيومر هيعمل كومبريشن، خدوا بالكم من الحته دي، مظله المقطومه بيدوس على الفورت فينتريكل، انما الكورويد بلسو كابلوما بيتعمل تحت اف اف. دول اثنين تيومر مشهورين ان هم بيعملوا هايدروكاب. انفلاميشن زي المننجالز في كونفلتر سندروم بتعمل حاجه اسمها داندي ووكر مالفورميشن وارنولد كياري مالفورميشن. الشهير قوي قوي اللي بتسيبه فيك الامتحان هو الارنولد كياري مالفورميشن، تعرف ايه عنه؟ ارنولد كياري مالفورميشن ده عين اللي بتحسسه تطلع عنده هايدروكاترس ومعاه ظهره مات. المات اللي في الظهر دي تنزل في الصور كتير اللي بالكم منها اسمها مايلو مننجو سي اللي هو عباره عن كيس مليان اسفاف وكيس باينر كود. الراجل ده بتاع الارنولد كياري وصف عيان عنده هايبوبليزيا حته مهمه في الجسم وهي السيربيلم، السيربيلم بتاعه صغير فبيروح واقع في الفورم الماجنم، لما بيسقط في الفورم الماجنم بيسد الاسفاف اللي موجود في البرين واللي موجود في السباينر كود. بيبقى في اسوسيشن معاه في بعض الانواع لان الارنولد كياري ده تايب تايب. في تايب 2 منه بيبقى معاه اسوشيتد حاجه اسمها مايلو مننجيتي، العيل بيلاقي ظهره في كيس كده والكيس ده مش متغطي بجلد، متغطي بميوكس ميمبرين وبيفرقع بسرعه جدا جدا وخطر جدا جدا جدا. بيسموا السندروم ده ارنولد كياري مالفورميشن. دلوقتي اس اف وسبايدر مان. الثاني اللي هو اسمه داندي ووكر مالفورميشن عباره عن سيستم دايلتيشن في الاوضه دي. الفورس فينتر كده بيبقى قد كده. كونجنتال سيستم دايلتيشن في الفورس فينتر. اسمه داندي ووكر مالفورميشن. دي كل الاسباب اللي ممكن تتعرض لها. بتتسال سؤال ايه اشهر سبب في كل ضغط السلك في السنة؟ ايه اشهر اثنين تيومر بتعملوا هايدروكابلس وتقول الكرويد بريسبس والمضلو بلاستوم؟ واحد فيهم كوميونيكيتنج واحد فيهم نون كوميونيكيتنج. ده بالراحه خالص كده من غير ما ندخل في تفاصيل. تعالوا نشوف كلينيك. العيان بتاعك كلينيكال بريزنتيشن اول حاجه هتقولها هيد وباك وتقلب. هو ده الكلينيكال بيكشر بتاعك الحاجه. هيد وباك وتقلب. الهيد هيبدا يحصل زياده في حجم الراس بروجريسيف هيد انلارجمنت اللي هي بنقول عليها ماكرو كيفالي. الجلد هيبقى ماله ستريتشز والبينز هتبقى مالها برومينانت وظاهره والفنتانيل هيبقى ماله واي قد كده لان انت عمال تضخم 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 في حجم الراس. خد بالك العيال دول ما بيديهمش زياده في الانترافرينيال بريشر. جاوب ليه؟ عشان كده كده الراس بتزيد في الطايم. انا ما عنديش مشكله مع البريشر، انا لما ابقى اقفل السوشيال والفنتانيل نبقى نقول يا هيدك وفوميتنج وبلرز بريشر. عشان كده الاطفال دي ما عندهمش انكريز بريشر، عندهم انكريز طايم يعني مقابل للطاقه اللي كل ما السيلز اف بيزيد بتلاقي العيان ده بدا السايز بتاع الاسكال نفسه يزيد قوي، فبقى عنده ماكرو كيفالي وايت فونتانيل السكن. وتبص على العين بتاعته مميزه قوي، ليها شكل كده اللي هي بتبقى العين كده ومتغطيه من تحت كده بالمنظر ده. بيقولوا عليها اللي هي اسمها سانسيت اي، سانسيت اي اللي هي زي الشمس كده مرفوعه، بس الله يستر. ودي شفناها في الولد بتاع الكلينيك اللي لسه مبطل. خلاص فانا عندي عينين مميزه قوي قوي، وكان زمان بيقعدوا يدوسوا على المسكال ويخبطوا عليها كده بيقولوا فيها كرينيو تيتس او سوفت دون بسبب ان انت عامل اوفر اكسبريشن. بتسيب الهيد طبعا لو بعد سنتين سالك عن هيدروجينوس جيت عيل عنده ثلاث سنين او اربع سنين بسبب انترافرينيال هيموريدج قول له مفيش زياده في الطايف، ده بيبقى زياده كده في الانترافرينيال تمشي يعني اقعد يرجع ويفضل فايز زي اي حد ما كبر. الباك ببص على مين؟ الحاجه الوحيده اللي موجوده في الهيدروجينوس بالضبط كيس مليان ميه تيس اف او كيس مليان تيس اف وسباينال كورد. ايه الفرق بينهم؟ اللي مليان ميه بس اسمه مننجو سي، واللي مليان ميه وسباينال كورد اسمه مايلو مننجو سي. انت بتخاف اكتر من مين؟ من المايلو مننجو سي، لان وجود السباينال كورد ده ريسك كبير ان يحصل تروما وبالتالي العيان يتشل من تحت. هو التروما بتاعت السباينال كورد زي التروما بتاعت الهيد. العيل بتاع هيدروجابلس لما اتخبط في راسه كان جاي له هايبر تونيا وهايبر ايه؟ ريفلكس. لما يتخبط في السبايدر كورد يجي له ايه؟ يجي له هايبو تونيا وهايبر ريفلكس لان ده لور موت. فساعتها هتلاقي المريض مقسوم نصين، ايده هايبر تونيا وهايبر ريفلكس، وبعدين في ماس تحت هنا ضربت الماس دي ضربت رجله ولا ضربت ايده؟ ضربت رجله طبعا لان هي الفايبر ده نازله مش طالعه، فبتشل من تحت في رجليه يبقى فلاتس ومن فوق يبقى ايه؟ بس تلاقي العيان ماله؟ مقسوم جزئين، ايده جامده قوي ومخشبه قوي ورجله سايبه خالص خالص، ده في حاله لو في ميه ومنينجو سي. طبعا اللي بتنور فين بالتورش هي المنينجو سي، لان مفيش حاجه جوه ده ميه. اللي ما بتنورش بترمس اليمنيشن دي اللي هي الميلو منينجو. السي ان اس بقى ده بنحكمه كده عيان عنده لارج هيد
اندر ويف وبعدين عنده علامات ابر موتور نيرون او بيراميد ترانسليش. راجع معايا كده احنا شفنا العيان كان شكله ايه. اول حاجه تون وريفلكتيف باور، عنده هايبر تونيا وعنده هايبر ريفلكتيف وعنده ديكريز باور جامد جدا، لان انت هنا دايس السي اس اف ده على ايه؟ على الموتور سنتر بتاعه. فهو عنده كلام كل حاجه، عنده ديكريز، العيان ما بيتحركش بارالايز، عنده هايبر تونيا، عنده هايبر ريفلكتيف. الكرينيال نيرف سبلاي بتاعه هيتاثر ولا مش هيتاثر؟ هيتاثر، هيجي له حاجه اسمها سودو بلبر ايه؟ بولز. سودو بلبر اللي هو مين؟ اللي هو بالظبط 9 و10 و11 و12، فهيبدا يجي له ديسفيشيا وديسارتريا ونيزر ريجرجيتيشن. طبعا مشكله اي حد في الدنيا بارالايز في الدنيا كلها، بنخاف منه ليه؟ قول له عشان الريسبيريشن. يعني العيان ده لو ناوي يموت هيموت من الريسبيراتور دراجز وبلبر بيقعد يبلع ويشرق ويتبهدل خالص، خد بالك من النقطه دي. ده بالنسبه لشكل عيانك على بعضه كده، هو ولد راسه كبيره، ظهره فيه مال، عنده ستيل لسه هايبرتونيا وهايبر ريفلكسيا، عنده ماسل باراليسيس، وطبعا اكيد هيجي له صوته بلبر كله. ده كلينيك. بطلب له انفستيجيشن عشان اعرف هو سببه ايه ومشاكله ايه، وبفكر اعمل له تريت. تعالوا كده بالراحه كده واحده واحده. لو انا قلت لك حد عايز روكفالك بالمنظر ده، ايه الاهم انفستيجيشن بيعملوه؟ هو انفستيجيشن واحد ده ولا يشخصه؟ سي تي برين. سي تي برين بيقول لك حاجتين، بيقول لك نوع العيان ده هل هو كوميونيكيتنج ولا هو نون كوميونيكيتنج؟ ليه؟ لان لو انا لقيت كل اللي هو دي دايليتد بالراحه خالص من غير ما توجعه الضغط ولا بس. كل اللي هو دايليتد بالكامل اللي هي اللاترال ستيرتون فور، يبقى ده حاله ايه؟ كوميونيكيت. لقيت الاثنين دول بس دايركت وده لا، يبقى اوستراك. ده وده 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 لا، يبقى برضه اوستراك. ما دام فصلت الفنتركل عن بعض ده ايه؟ اوستراك. بس ده كل اللي انا عاوزه منك. رقم اثنين، قول له ممكن اعمل ام ار اي لو انا مش شايف تفاصيل، ممكن اعمل سي تي وكونتراست براحتي عشان لو في تيومر، لان التيومر ما بيظهرش الا لما اديله دايركت. اللي هم ايه اسمهم الاثنين تيومر تاني؟ كويس بلفتر وايه؟ ومضلوا بلفتر. واحد بيزود البرودكشن والثاني بيعمل اوستراك. طيب ايه رايك مثلا لو عملنا فاندس اكزامينشن؟ الفاندس يقول لك لو في زياده في التنشن اللي هي البابيل القديمة خلاص، ممكن اكس راي، بس الاكس راي مش بتفيد قوي، بتجيب دماغ كبيره كده ووش صغير، بيقول عليه جلوبال اللي هو عينه وش صغير على راسه. ده بالنسبه ل 10 انفستيجيشن. طبعا ممكن تسمع سي اس اف حقك، سي اس اف هنا الرول بتاعه ايه؟ لو انا عاوز اخده عشان اكسكلود السي اس اف اندكشن، عند عيان مثلا عنده فيفر وكونفلجن ودماغه بتكبر، يبقى لازم اسحب له سي اس اف. من اشهر العلاجات اللي بنديها للحاله دي هي وصفه كده بنركبها ودي شفناها كتير، وصفه بتيجي من الراس اسمها فنتريكلو، بندخلها جوه الاوضه ونسحب بيها الميه نحطها في بطن الولد ومن البطن تنضغط في السيركوليشن، بيسموها فنتريكلو بريتونيال شنط. ودي ليها عيوب، الشنط دي وصفه ممكن يحصل فيها اوبستراكشن، ممكن يحصل فيها انفكشن، ممكن يحصل فيها كينج، ممكن تبقى سليب تتخلع. بس الاهم انها ما عادتش بتقدر. ليه ما عادتش بتكبر؟ لان الوقت في انتر ابدومينال ريزيرف ليها جوه البطن، فانت كل ما بتكبر بتسحب من الريزيرف ده. طيب ده بالنسبه للوقت، لو سالك بتركب كام سنه؟ بتركب فور لايف، لان هي لو اتحطت ما بتتشالش. طيب بالنسبه للعيان راسه هتظهر بعدها؟ كله لا، راسه ما بتظهرش، هي بتقف على اللي احنا وصلنا ليه. يعني زي ما بقول احنا اولاد النهارده الطفل اللي فات مات. يعني عيل اللي عنده شهر وبقى بعد كده عنده خمس سنين وانت حطيت له وصفه، هتحتاج كل شويه تفكها عشان تديله واحده اطول؟ كله لا. قلنا بنحط انتر ابدومينال ايه؟ رزق طول ما هو بيكبر هي بتشد من جوه البطن، عشان هي زمان كانوا بيكتبوا في الكتب شورت وده ما عادش موجود. يعني مثلا هي مثلا بتنزل على الوزن ربري مثلا؟ لا مش ربري، انت بدل ما تدخليها وزنها 50 سم تحطيها 100، 50 اكس وال 50 التانيين جوه البطن. كل ما اكبر اشد منها. تمام؟ ده بالنسبه للعيان. لو سالت ولا فاكر عن ميديكال تريتمنت نورو بيدوا ده بس وقتيه تدونه مايد اللي هو تدمت على 75 مللي جرام، وده نورو ما بيعملش حاجه. الاسيتا تدونه مايد ما بينفعش غير في الحالات الفيري مايلد هايدروكيفاليك، انما لو حاله هايدروكيفاليك وبستراكتيك وجالك لازم فيدي شنط. اخر سؤال، لو الفيدي شنط ما نفعتش في البطن قول له ممكن اركبها في الهارت او في الشفا، بتتحط في الرايت اتريوم او بتتحط في البلورا، وبعدين اللي فاتت في الدم بيصبح بياخد الحاجه 60%. دي حاله سهله وموضوع سهل وما فيهوش اي مشاكل خالص في الهايدرو كاب، فهو السي دي الاثنين معقولين قوي. عشان الكومبريشن زي ما قلنا على الاوربت، بتدوسي على الاوربت زي البيضه المسلوقه، لما بتدوسي عليها بيحصل فيها ايه؟ لا في وزن رهيب، الاسكال متداس عليها من هنا ومتداس عليها من بره، اذا كان عظمه الاسكال اتداس عليها بره بعدت خالص كده وبعدت خالص كده، مش هتداس عليها تحت ازاي؟ ده مش تنشن، ده زياده فوليوم.
هي كده كده الراس فيها تنشن، بس تنشن في شكل ايه؟ هيسمح لي بالتمدد ولا لا؟ هو اي حاجه انت بتكريت فيها برشر بيزيد البرشر وبيقل اكوردنج لايه؟ للريزستنس. حاجه اسمها ريزستنس، انا ضغط بالبرشر في ريزستنس هيبدا البرشر يعلى، مفيش ريزستنس والدنيا بتزق هيقدر يعمل كباسيتي. اه طبعا. بالنسبه للسي بي بقى ده مريض شرح بالظبط اللي انت بتقوله، هو نفس الدرس هو بالظبط بكل حاجه، بالتريتمنت بالاسباب بالكلينيكال بريشر بكل حاجه. السي بي اللي هو طفل المعقد النيه اللي هو بيقول عليه سيريبرال بولسي، سيريبرال بولسي او ليتل ديزيز زي ما الراجل اللي وصفه. السيريبرال بولسي ده معناه الشلل الدماغي، طفل عنده مشكله وده مرض بيبقى مني موتور موتور ديسابيليتي. يعني لو انا قلت لك اوكي في السي بي في كلمه واحده تقول لي موتور ديسابيليتي، تعالوا كده نشوف ايه قصته. ده مريض المفروض ان راسه اتعرضت للسيريبرال انسلت. انسلت يعني تروما، يا جماعه كلمه انسلت يعني اصابه. بيتعرض لها امتى؟ بيرينيتال. كلمه بيرينيتال يعني فتره الولاده وما قبلها وما بعدها. بيبقى مرض استاتيك. استاتيك يعني ايه استاتيك؟ يعني خلاص اللي حصل حصل، هو خبطه وخلص ما عادش بعد كده بيزيد مع الوقت. مرض استاتيك وهو مرض نون كيورابل يعني ملوش علاج، خلاص المخ لو اتصاب ما بيرجعش. فانا اعرف عنه كم كلمه دول، موتور ديسابيليتي بيحصل بسبب برين انسلت، بيبقى في فتره برينيتال وستاتيك انسلت ونون كيورابل مش هيتعالج. ده خلاصه الدرس في كام كلمه، ولي شويه بيشن تايب كده هنقول عنه. تعالوا كده واحده واحده نبدا، هو ليه حصل الموتور ديسابيليتي؟ عشان في انسلت، الانسلت ده قلنا ليه ثلاث اسباب وخدناه 10,000 مره في الفترة اللي فاتت، قلنا يا إما برينيتال يا إما نيتال يا إما مين؟ بوست نيتال، وقلنا دول كانوا 2 سي ودول كانوا 2 اتش، وبعدين اللي بعدهم 2 سي و2 اتش، وكنا تاني نعيد هايبوكسيا هايمرج ده بتاعت الولادة. كونجنتال اندكشن زي تورس كونجنتال مال فورميشن بسبب اكسبوجر لدراجز الكحول لتوكسن لاي حاجه من اللي انت عاوز تقولها. طبعا السي بي مور ريسك قوي في البريتال البريماتيور. البوست نيتال اصابه انجري انفكشن طبعا، بس الانفكشن بوست نيتال ما ينفعش تكتب تورش، بنكتب من انفالتس وايه؟ وانفلاتس، لان تورش ده قبل الولاده بعد الولاده من انفالتس وانفلاتس، هي حاجه بتحفظها مره واحده وخلاص. الولد ده لما هيتصاب بالمنظر ده راسه مش هتكبر، فهو كلينيكال هيبقى شكله عامل ازاي؟ هيبقى عنده مايكرو ولا ماكرو؟ مايكرو كيف؟ لان انا بوظت المخ خلاص فمش هيكبر، راسه هتبقى صغيره مايكرو كيف. اصابه فوق ولا تحت؟ تقول لي فوق، ده في البريك. عشان كده بيبقى عنده ابر موتور نيرون ايه؟ ليه كام نوع؟ ليه حوالي اربع او خمس انواع. النوع اللي عليك في سنه خمسه هو نوع شهير قوي من جروب 70% اسمه سباستك تي بي. من اسمه حتى سباستك يعني ايه؟ يعني شايف كده اللي هو بتاع البيراميد ده نسبته 70%. يبقى احنا لو هنحط تايب هتلاقي رقم واحد في الاسباب سباستك في الانواع، عكس سباستك على طول اتوميك. وبعدين واحد ثاني اتحط في ايه برضه؟ اتاكسك. وبعدين واحد ثاني اسمه اكسترا بيراميدال سي او بيسموه كده دكاتره ديس كاي نيتف. وبعدين نوع خامس عشان نخلص يبقى اسمه ميكس سي. يبقى انت قاعده كده ما توجعش قلبك في حاجه، هم خمس عناوين وهاخد كلمتين على اول واحد. اتاك سباستيك عكس اطونيك، اتاك اكسترا بيراميدال وميكس فورم اوف سي. بالنسبه للسباستيك ده 70%، الباقي ده كله 30%، يسموه 10 10 10. هون في نازله السباستيك تايب اريا 4 ليش؟ اريا 4 اللي هي الموتور اريا، اخبطها بالهيبوكسيا بالهيمرج بالانفكشن، العيان بيجي له هايبرتونيا وهايبر ريبليكسيا وبوست دابنسكي وصيده بالبر بولسي، هو بالظبط كانه السي بي كانه اي حد مصاب ابر، مفيش اي فرق بينه. بس ده راسه صغيره والسي بي كان ايه؟ كبير. ده بالنسبه عنده كرينيال نيرف انفكشن كتيره جدا جدا، مش فاهم حتى في العملي ما كانش بيعرف يبلع وكان عنده سكوينت وما كانش بيشوف، قصه سخيفه قوي. لان انت لما بتدور اريا 4 والبيراميدال السبلاي بتاع الكرينيال نيرف بيبقى ماله فيكس، عشان كده بيجي له الصودو بانتر بوست اللي احنا عارفينه. اريا 4 معناها ان انت عملت شيل للانهبيشن بتاع التونو ريفلكس، هي كانت بتمنح التونو ريفلكس وبالتالي بقى عنده هايبر تونيا هايبر ريفلكس، عكسه على طول ابن وجع ده سيربيلر ليجن، ده وده سيربيلر، بس السيربيلر في حتت اركي ونيو وباليو سيربيلر، كل ما بسيط حته فيهم بحاجه معينه بيظهر على العيال حاجه معينه، لان اريا مسؤول عن الايكوليبريم واريا مسؤول عن الكوردينيشن واريا لها علاقه بالتون. فانت بتدور في السيربيلم على حسب السيفيريتي بتاعت الليجن ده، يجي لك العيان يا سايب خالص، ده بيسموه فلوبي انفنت فور ديفرنشال دياجنوز، وده داخل في اسباب الفلوبي بيبي اسمه اتونيك تي بي.
يعني هو عنده هايبوتونيا بس لسه الريفلكسز بتاعته مالها عاليه شويه، ودي العلامه الوحيده اللي بتشاور لك هو ابر ولا لو. مع الدكتور هتقول لي طب هو هايبوتونيا ما يبقى لو، فده ما صحش. بس اقول لا بس اللور بيبقى معاه هايبو ايه برضه ريفلكس. ده العيانين الوحيدين اللي الريفلكس بتفضل عاليه هم مين؟ الابر موتور. فالعيان ده لو سالك، العيان ده لو سالك بتاع الاطونكس تي بي قول له اطول قليل بس الريفلكسز مالها عاليه، وده اللي بيخليك تفرق الفلوب انفنت بتاع السنترال من الفلوب انفنت بتاع الفرس، ان الاثنين سايبين كاتون بس الريفلكسز بتاعت السنترال تايب اللي هو التي بي بتبقى ايه؟ عاليه، الباقي بتبقى قليل. الادابتك اللي هو لو بيمشي، لو بيمشي في تي بي هات بتشوفها ساعات بتنزل في الافلام وبتاع، جايبينه في مشهد في اي حته تلاقيه بيمشي كده ماشيه غريبه كده وعنده مشكله موتور باينه خالص وخايف. ده بيمشي بيبقى ادابت لان منطقه الايكوليبريم بتاعتك بايظ اللي هي بتاعت السيرابيلز، فبيحدث يمين وبيحدث شمال عنده ادابت. طبعا الاتاكسيا في الطب لها ثلاث اسباب، في حاجه اسمها فيستيبولار اتاكسيا، وحاجه اسمها سنسوري اتاكسيا في البوستيريور او الدوستال كولم، وحاجه اسمها سيرابيلر اتاكسيا. واشهرهم السيرابيلر لان احنا بنتكلم في عيال سنتر. الاكسترا بيراميدال سي بي اللي هو الولد اللي انتم شفتوه اول امبارح ده اللي هو محمد رجب اللي هو عنده ابنورمال موفمنت وظهره عمال يعمل كده ورقبته كل شويه تعمل كده وعينه رايحه جايه ورجليه ما كانش فيها بس كان فيها ايه؟ ريجيد، كانت من اولها لاخرها محجره، ده اللي بتدخل عليه في الامتحان انتوا بتجاوبوه غلط للاسف. هو اكسترا برامبلال ليشن باسس دي. النكست فور لو عيان منطش بقى مش عارف له حل، حته في جسمه سايبه وفي عنده ادكتيا وعنده بلاستيكسي مخبط جامد قوي، عارف اللي هو بيعتمد على طول فتره الهايبوكتيا اللي انت عرضت فيها مين؟ البيت. في واحد اتزنق في الولد يا جماعه دقيقه واحده بس، زي عيال الارست بالظبط عندنا في الاي سي يو، في عيال بيقول لك انا بوست ارست، ما تسمعش كلمه بوست ارست تكتئب بقى وتقول خلاص ده، لا بوست ارست قد ايه؟ اديته ادرينالين مركز ولا ما وصلتوش ليه؟ لا ما وصلناش الادرينالين مركز خلاص يبقى كويس. طب وصلوا بقى الادرينالين مركز جلد المخفف وجلد مش عارف ايه، وصلوا المركز ده حلقهم، لان انت كده فهمت ان مده الاكسبوجر كانت ايه؟ عاليه، وبالتالي انا فضلت قارص على المخ ده فتره طويله قوي خلاص باطل. بيبقى لو كان عاوز يبوظ اريا 4 هيبوظ اريا 4 واريا 6 واريا 22 و44 كل الاريا بتاعت المخ تقريبا لها. عشان كده السي دي بيعتمد على الديوريشن، بيقولوا عليه دي حاجه اسمها ديجري اوف فانكشنال او فيزيكال ديسابيليتي. هل الولد ده ما بيتحركش خالص ولا مايلد تو مودريت كده زي ما بيقولوا، ولا ما حصلش امبيرمنت للفيزيكال ديسابيليتي عشان اخليه جريد 1 او جريد 2 او جريد 3 او جريد 4. طيب هو ايه كومبليكيشن اوف سي دي؟ لو انا جبت لك طفل بالمنظر ده ايه رايك في الكومبليكيشن؟ هتقعد كده زي ما انت بتقعد، بس سؤالك هنشوف؟ لا مش هنشوف، هيسمع مش هيسمع، هيتكلم مش هيتكلم، مش انت بوظت دماغه يبقى هيحصل له ايه وايه وايه؟ ديفنس وبلايندنس صح كده؟ وعنده انفيرس كرينيال نيرف بشكل بلبر ولا مفيش؟ كلهم عندهم كلهم بلا استثناء ما بيعرفوش يبلعوا، ولو بلعوا بيعملوا ايه؟ بيشرق وبيدخل في مناخيره، والام بتضطر تصلح بايه؟ بنيتو جاستريك تيوب او اكل صورت في الخلاط، خلاص قصه سهله ما فيهاش اي حاجه خالص. بعدين دول لازم يبقوا مذاكرين كويس ستيبل هايدر كابلس عشان الكلينيك، هو النيورو ايه غير ستيبل هايدر كابلس؟ فلازم تبقى داخل اوير والكلام ده كويس جدا جدا، مش رفاهيه ولا هو وقت امتحانات وهضمش، ده لازم يتحفز الطايف دي والكومبليكيشن بتاعته. ومن اشهر الكومبليكيشن بتاعتهم السنسر الكنترول اوف سنسر، العيال دي كلها عندها يورينيشن نوتيفيكيشن 10 سنين و15 سنه ولابس البامبر زي ما هو، ده طفل صغير حتى فاكرين كان عنده مرور ريفلكس زي ما كنا بنخبط عليه كده يتخض ويعمل بالظبط كده، لسه كانه طفل صغير بالظبط. شايفين كلمه ستاتيك؟ عارف دي معناها ايه؟ وقف مكان ما انت صدر، انت خبطته وهو عنده شهرين هيفضل طول عمره عنده شهرين، هو قاعد بالمنظر بنفس مواصفات الطفل اللي عنده ايه؟ الشهرين، هو ده اخره ما هو ما زادش، انت وقفت عند المرحله دي. عشان كده السي في ستاتيك انت خلاص العيان اتثبت مكانه وجسمه ممكن يزيد شويه بس امكانيات الطفل اللي عنده لسه في الوقت اللي انت اصبته فيه. خلاص؟ دكتور ما تعرفيش تميزي الاسباستيك، الاسباستيك عنده من اسمه عنده اسباستيسي، الاكسترا بيراميدال عنده ريجيد. كنت حاضره المحاضره بتاعت العمل دي؟ لا ما ينفعش يا جماعه، انا مش بدي حاجه وتفصلها عن حاجه، هي الحاجه لا تتجزا. العيان اهم جزء في الحلقه اللي احنا بنشتغل فيها دي، لازم تشوفوا عينيه. انتوا دكاتره يا جماعه، المحاضره الاساسيه اللي كانت مش مفيش حاجه اسمها اساسيه يا جماعه. انتوا اكتر ناس صدمتني في السنه دي الاصل العيد، ده طالب اكتوبر بيعيد محاضره العمل سبع وثمان مرات ويقول لي عيدها تاني عشان يعرف يفحص عيان ويعرف يقطع العيان ويعرف يشوف فايده. هنا الناس بتدور على ربع الحصه العدد،
مفيش حد بيعمل اللي انت بتعمله خالص. انا بكلمكم بامانه، ان انا حضرت مره فهاجي المره الثانيه مفيش حاجه اسمها كده خالص. انت لو قعدت في المستشفى 7 و8 سنين هتحتاج عليهم 7 و8 كمان عشان تبقى شاطر. منين في حد ليه حد يقف معاه الحاله عمل يقول له ده كذا وده كذا وده فايند؟ انت شو الدكتوره لسه بكلمها عماله تعمل فاكره كل حاجه مش محتاجه حاجه خالص، لان محدش بيعلمك غير العيان. فش يا جماعه انا اتذهلت لما لقيته بيقول لي اغلب الناس اللي جايه ده اصلا اول مره تيجي في حصه المراجعات، اللي هو المفروض الناس البشوات اللي قاعدين حاضرين هم اللي يجوا يراجعوا، يجوا يلموا الدنيا والراوند بتاعهم بعد كام يوم. سيبك حتى من الراوند عشان حتى ما تمسك عيان تبقى عارف ان العلامه دي كذا وده النستجمس وده الارش البوزيشن بتاع ايه وده اللي اسمه البابينيسكي وده اللي اسمه مش عارف مين. ما انت هتعرف منين الكلام ده؟ لو انت لقيت حد بعد ما تخلص او لقيت هيطبطب عليك كده وياخدك في جنب بعد ما تخلص ويقول لك دي كذا ودي كذا، يبقى هات الصوره بتاعتي حطها على الارض كده ودوس عليها برجلك كده واقعد اعمل فيها 100 مره. لو حصل مع حد فيكم تاني، لو حصل في مستشفى الجامعه ده هي النادي اللي بتعلم الناس كلها، تعال اعمل فيها كده. ما حدش بيقول لحد كلمه. وده السلوك العام، ما تقوليش الناس ما فيش ليه في المستشفى؟ هو كده الناس كده. ما فيش، انت هتحارب عشان تتعلم، ده لو عاوز تتعلم، هتحارب زي ما بيقول، لازم تتمرمط عشان تعرف توصل للدرجه دي. وده انت دلوقتي في فتره المرمطه والناس مش عاوزه تعمل كده، ده انت فتره شغلك، انت مش وراك حاجه غير انت تحضر وتلف. ما حدش بيعمل كده. ايوه يا دكتور، اتيتيود غريب جدا جدا، ما كنتش مستني. انت تحفظ الكتاب بالنص، مفيش تحفظ حاجه معلش لما ربنا ييسر لك. احنا في كليه بتقيس مستوى الحفظ قد ايه وانت حافظ قد ايه؟ انا مالي ومال الكليه بتقيس وبتقيس؟ ما هو اللي قدامك هو حافظ ولا مش حافظ؟ ما انا كنت في نفس الكليه اللي انت فيها. ما احنا اللي بنعلم الدنيا كلها دراسه الطب. يعني ازاي ده مبدا غريب جدا جدا؟ وانا عشان ناس وحشه بقى واحد زيهم؟ مفيش حاجه اسمها كده، كل واحد بيسعى لنفسه. انت عاوز تصلح غلط انت عايش فيه لازم تدفع الناس، وعشان الناس بتضرب بعض في الشارع مفيش مره هنضرب زيهم واشتم. لا طبعا ما هيش مبدا ابدا. ما ينفعش يا جماعه، انتوا المفروض تدفعوا على علمكم شويه عن كده، لو عاوزين تبقوا دكاتره كويسين ده نصيحه، انما اللي بيحصل الزمان دي والدفعه دي بالذات انت بتقول بره هو ده النظام هنا. انا مصدوم من ايه؟ ما فيش. ده انت اما بتقول يا محاضرات عملي ومراجعات وهتلم ايه امك؟ لا 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 قاعده مستنيه، لان ده طالب، هو اسمه طالب علم، وظيفته الوحيده يدور على حد بيقول 1 2 3 4. وده اللي مخلينا جايين فنشنا سنه كامله وعندنا مشكله البيزكس مش واضحه، مش معروف ليه ولا ازاي، والاضافه كتير منك 100% منهم. اه طبعا منهم، بس انت 100% فين دورك؟ مفيش. فخلينا بسرعه عشان نبقى الواحد كده ايه قاعد على الارض ثابته كده زي ما بيقول، ما يقعدش يضحك على نفسه ويعلق شماعات ويتشعبط فيه، ما تقدرش ما تاكلش عيش والله، لو هي كده هقول لك. طيب لو انت جالك حاله زي دي في الامتحان، لو انت شايفها 100 مره اسالني السؤال اللي الدكتوره بتساله، اطلعها بقى منين؟ هتكتب اطلعها منين؟ انتوا بتدخلوا على الكتالوج اللي انتوا عارفينه، ان ده عيان بس تيجي وخلاص، الدكتور اللي قدامك بيبلع عليه وبيعديها لك. لان انت مش عارف انت بتشتغل بتميز ده سباستيسي ولا ده مين ريجيدتي. العيان اللي عمال يقلب ظهره ويعوج نفسه ده انت فاهم بقى النورمال موفمنت، يعني الجهاز اللي بيظبط الحركه، ولا هو ما بيتحركش خالص بارالايز. الواد اللي احنا بنضحك عليه اللي شغال بايده بيجيب اقلام وبيحركها بايده كده وتقولي له ده باريسز باراليسز، اه كده الطالب ده فاهم. معرفتش الكلام ده مش قضيتي دلوقتي، مش هاجي قبل الامتحان بيوم اقول لك، بس هي الفكره خلصت تبقى عارف ان ده فيه قبل اي حاجه ثانيه. ما تزعلش مني وكلام فاضي، بس واضح ايه؟ لان انا ما فيش حاجه في الدنيا اسمها بشوت الكلينيكال. منين بتشوفه مره؟ ده بيتعلم، ده بيعلموه فين ده قبل كده؟ ما كانش حد غلط، كانوا قفلوا كليه الطب عملوها 2 اسبوع راوند كده والسلام عليكم والله راوند. ده هم 7 و5 ماجستير و7 و8 دكتوراه عشان تطلع تبقى بتعرف حاجه في الطب. مش بهزر والله، دي 2. وبره كده على فكره لو انت مفكر ان اللي بره دول اللي هو 5 6 سنين وبيطلع بيعمل ايه؟ ما انا اخويا امريكي ومعاه كام ساعه عشان بقاله 100 سنه ما يعرفوش حاجه. لازم يتمرمط ويطلع عينه بال 10 15 سنه بعدها عشان يعرف يجيب عيانه ويقول عليه صح. هو المشوار ده كده. مش هنخضر الطب يا جماعه من معدنا اللي هو مذكره وراها وخلاص. الناس تغير وجهه نظرها دي شويه. العيانين اللي زي دول ما لهمش علاج. نو تريتمنت. انت مهما عالجت في عيان السي بي خلاص، لان انت قايل من الاول ان الاصابه دي ستاتيك ونون ايه؟ ونون كيور. انا كل اللي عاوزه منك تبقى عارف ان في فاريبل تايب، في نوع واحد مهم قوي اسمه سباستيك يخصك في سنه 5، هو ده اللي انت المفروض بتدخل عليه. لو العيان معاه اديشنال فيتشر من دي وعرفت تجيبها صراحه اكسلنت، يبقى كتر خيرك جدا، لان يعني انت عارف تقول ان في
ديسكاينيزيا او ان في اتاكسيا او ان في جزء في اتونيا، وتبقى فاهم ايه علاقه الحته دي بالباثولوجي اللي حصل في راس الطفل. انما هو في الاول وفي الاخر هو نودري، بنعمل له حاجه اسمها ريهابيليتيشن بروجرام اللي هو برنامج عام تاهيل. علاج طبيعي طبعا فتره، وهنقول الكلام ده في المنتال ريفرتش، بس تبقى واخد بالك من الكام كلمه دول. اتفضل. لا هو ما كانش بلاستيك، هو كان عنده غيري. ايوه في كان الاكسترا بيراميدا، هو ما حدش كان عارف خالص لقيت رجله خالص طالع ده. هو اكسترا بيراميدا مين؟ اكسترا بيراميدا موجوده الجنج اثنين. اه الثاني بالتاني وانا طلعتكم عشان كده وبقى على ذكر عشان كده، الثاني ما حدش عارف يعمل خالص، لدرجه ان في بعض الدكاتره ماسكه بيشد بيقول لك اكمل، قلت له كمل مين؟ هتكمل هيروح مخطوط فيه. ماهيش بقى خلص، ده عيان وده عيان. انت نفسك لما هتلاقي ان ده مختلف عن ده خلاص خلص، ما هو يا اما يا اما بيقاوم حبه بسيطه يا اما بيقاوم على طول. فانت ده شغل ايدك بقى، اللي هو بتبقى عارفه العيان ده مصاب فين غالبا. دي نقطه مهمه. السؤال ده جه قبل كده، جه سنه في 2004 بس ابن استاذ هنا اللي هو ابو رئيس معهد الاورام ده، بقول له السؤال ده جاي في الامتحان قعد السريع وقال للدكتور اللي بيديني ده قايل لي ان هو عملي وملي، جيت الامتحان يوم هدوره كده 2004 2005 لو جه. تايبس اوف سيرابرال بوكس اللي هم الخمس انواع اللي احنا قلناهم دي، الحته دي ممكن تجينا في بس هيحطوا معاها كوز، هتبقى كوزز اند تايم، خدوا بالكم منها. خلاص كده بقى ندخل في الجزء بتاعكم برضه. دي عشان ده موضوع طويل شويه. السؤال طبعا اللي انا بساله لك ايه الفرق بين الكونفرجن وبين السيجر؟ السيجر هو بيطلق سيجر ده بيطلق البرين الكتريكال اكتيفيتي، انما الكونفرجن بتصف المصدر كونتراكشن. عشان بس نبقى فاهمين هو ازاي بيحصل الحركه دي اللي اسمها كونفرجن، ان البرين بيطلع اكسيد ايه؟ الكتريكال اكتيفيتي، بنقول عليه بالعربي ابنك عنده بؤره في المخ، بؤره صرع او حته نشطه. الفوكس او الالكتريكال اكتيفيتي اللي موجوده في المخ دي لما بتدي امباس اكسيتيف بيضغطها جهاز اسمه ايه؟ الاي اي جي، هو ده اللي بيسموه سيجر. فالسيجرز هي الالكتريكال اكتيفيتي اللي في المخ اللي هي بحط عليه جهاز من رسم المخ وبيقوم مطلعها بايتس كبيره شويه حاجه ورا بعض. لما تنزل تستميليت المصل تروح المصل عامله ايه؟ ريبيتد كونتراكشن، فنروح مسمينها مين؟ كونفرجن. طيب السيجرز او الكونفرجن هو اسم دارج، الناس كلها بتقول سيجرز وبتقول كونفرجن دي حاجه واحده، تبقى عارف ايه هم ده ايه وده ايه. لو انا جيت اقول لك يعني ايه سيجرز او يعني ايه كونفرجن تقول لي رقم واحد شويه حاجات بتعمل impaired consciousness، ودي كلمة مهمة جدا. impaired consciousness أو motor أو sensory أو autonomic changes. يعني إيه كلمة impaired consciousness أو motor أو sensory أو autonomic أو مش وي وي وي؟ يا إما حاجة تفقد الوعي كليا أو جزئيا. خدوا بالكم منه جزئيا، يعني ايه؟ يعني مش شرط ينزل في الارض ويموت ولا حاجه، لو خدوا راعي ده يعني ديتاتش فصل شويه. في نوع اسمه ابسن، طفل قاعد قدامك ما بيوقعش ما بيتخبطش ما بيمشيش حاجه خالص ويفصل ويرجع، اسمه ابسن. هلاقي انفيرد كونشس. في ناس معاها موت بتقعد على الارض وبتثني وتفرد وتستنى وتعض وتقطع وتكمل، ده موت. في ناس معاها سنس بيجي لهم حاجه اسمها هالوسينيشن وبري اورال حاجات كده غريبه بيشوفوها وحاجات زي الدروما فومتنج وفي اوتونوميك تشينجز كتيره، هارت ريت فاريبيلتي وريسبيراتوري ريت فاريبيلتي وبلاد بريشر فاريبيلتي. والمشهور عن السيجرز انه لازم معاه تاكي كارديا، وتاكي كارديا عنيفه جدا 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 لان الاوتونوميك ستيميليشن بيعمل مارك تاكي كارديا. عشان كده احنا في المونيتور واحنا في الرعايات لما يجي حد يعمل حركه غريبه قدامك عاوز تعرف هي سيجر ولا لا بتبص على ايه وراه؟ على الهارت ريت. لو الهارت ريت اكسلريتنج ده الاوتونوميك تشينجز بتاعت الايه؟ فدي حاجة معروفة عن ده بالنسبة للديفينيشن ويعني ايه ده ويعني ايه ده. الكوزز بتاعت الدكاترة
بالراحه كده خالص. انت عاوز تحط اسباب للنتيجه هي نفس اسباب التي في بالظبط بالظبط. يعني اقدر افرطهم كده ورا بعض اقول لك اسباب السيجر هاي اوبتيك وهيمورج وكونجنتال انفكشن كونجنتال مال فورميشن وبرين مال فورميشن برضه عادي مفيش اي مشكله خالص. وبعدين كرنترا ومننجايتس وانكفلايتس كل دي حاجات بتعمل سيجر. بس يزيد عليها ايديوباك والسي بي نفسه باسبابه ايديوباك في نفس دي ما تعرضت للدواء 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 مثل السي بي فسموها ايديوباك. والايديوباتك في الابريست بيصل من 60 ل 70% من الحالات من 60 ل 70% من الحالات بتبقى ايديوباتك. ممكن ميتابوليك كومبلكس تعمل لك سيجر دي واحده برضه من الحاجات ازاي الهايبوجلايسيميا والهايبوكالسيميا والهايبوثيرميا ودي خدناها تقريبا في نيونات كتير قوي كلهم بتشنج بيجي لهم كونفرس. فانت لو بصيت على الاسباب دي وركزت فيها تلاقيها بالنص هي هي اسباب السي دي هي هي بالظبط اسباب المنتال ريتارديشن هم الثلاثه بيعملوا نفس الاسباب. فعشان تيجوا في الفتره الاخيره دي تلموا لازم تبقوا عارفين الكلام ده ان ده اسباب ده اسباب ده مش ضروري زي ما الكتاب بيقول قوي عشان ما تتعبوش مش هتعرفوا تلموا في الاخر. فالكودز بتاعت السيجر هي هي بالظبط. بس انا رايي لما تيجي تبدا باسباب الابيليكسي اللي هو تكتب كلمه ايديوباتيك في الاول لان فعلا اشهر الاسباب اللي بتعمل صرع في الناس من 60 ل 70% مش معروف سببها. الباقي كله هايبوكسيا وهيموريدج وانفكشن ومنزايتس وانكفالايتس وبريد وفاقلين اوت وورد. فاكر اسباب النيونيتال سيجر؟ خدنا يوم الجمعه مع بعض نيونيتال سيجر بجنتين هايبوكسيا وهيموريدج وانفكشن وانفكشن وبعدين ميتابوليك ومال ايه؟ فورميشن واخر حاجه ايديوباتيك. اكتبهم زي ما هم بالنص صح 100% هم بس هتقلل الايديوباتيك تطلعها فين؟ رقم واحد لان ده مش نيونيتال. خلاص انت المفروض تتكلم جنرال في اي طفل في اي معاني، العيال بتوع المدارس يجي واحد واخدهم كده البرين بيبدا يتجنن يطلع الامبل بلا سبب. دي الكود التايب بقى كميه فيديو اثنين كبيره هو الدرس ده بيجي منين؟ فيديو اورال ام اس كيو ده مكان كميه الفيديوز اللي هنا كبيره ليه؟ بيجيب لك نوع اسمه جنرالايزد سيجر ودول حوالي خمسه، حد عارف تقسيمهم؟ الابسنس صح؟ وبعدين الايه؟ الاتوميك وبعدين المايكلوريك وبعدين النوع اللي اسمه طولك ايه؟ كلوريك. طيب في نوع اسمه بارشال سيجر اللي هو بيقول عليه بارشال سيمبل وبارشال كومبليت وحاجه اسمها بارشال ويز سكندري جنراليزيشن. يعني ايه الكلام اللي انت كاتبه ده؟ الفرق بين الجنراليزد سيجر والبارشال سيجر الجنراليزد الجسم كله بينتر اكت معاك من اوله لاخره. البارشال ايد رجل عين بق تويتش حته في الجسم وده عشان نخلص منه لان هو مش عليكم تفاصيله قوي. في منه نوع اسمه سيمبل بارشال وكومبلكس بارشال ده بيجي لكم منه فيديو ولد وشه بس بيلعب كده حته صغيره مفيش فيه حاجه ثانيه. ده بقول عليه بارشال سيجر. هل الولد صاحي فقد الوعي ولا ما فقدش؟ لو فقد الوعي وهو عنده بارشال سيجر او لوكال سيجر زي ما بيقولوا ده يبقى كومبلكس. لو ما فقدش الوعي يبقى ايه؟ يعني ايه الفرق بين السيمبل بارشال والكومبلكس بارشال؟ واحد ايده بتتحرك بس كده وهو صاحي والتاني ايده بتتحرك كده وهو في ايه؟ في غيبوبه. اللي صاحي بيبقى سيمبل واللي مش صاحي بيبقى كومبلكس. ينفع ابدا الاول وده بيحصل عندنا في المستشفيات كتير. يجي مثلا مهري يمر الصبح يلاقي الواد ايده عماله تعمل كده بس وبقيت جسمه كويس. وبعد شويه اتصل بيا يقول لي الحق ده الواد ما عادش ايده ده بقى كل ايه؟ جسم. فرحت قايل له ده اسمه ايه؟ بارشال سكندري ايه؟ جنراليزيشن. فالسؤال معلش هو انت بتخاف من النوع اللي هو ده؟ ولا النوع اللي هو ده لو انت قاعد في المستشفى؟ بتخاف من الفوكال سيجر. البارشال عارف ده معناه ايه؟ معناه ان في حاجه في حته معينه في المخ عماله تعمل لك ايه؟ الريتيشن فايدك اللي اتزقت او رجلك بدات تتحرك. ده معناه غالبا ان في انترافرينيال هيموريدج او سيريبرال ماس موجود عند الواد ده. يعني ده انديكيشن لايه في الانفستيجيشن على طول من غير ما تفكر. سي تي ده لازم اي طفل عنده فوكال سيجر في ايد او رجل او وش لازم يعمل سي تي. طب الجنرالايز يعمل؟ لا الجنرالايز ما يعملش يعمل اي جي. خلاص انتوا فاهمين احنا بنطلب ده ليه وبنطلب ده ليه وايه اللي احنا بنفكر فيه اصلا؟ الاي جي يقول لك الكهرباء دي وصفها كذا 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 وماشيه كذا وده غالبا هيحتاج دواء اسمه كذا عامله زي البلاك كلشر كده. انما ده بيقول لك ان العين ده لازم يدخل يعمل عمليه. ده عنده تيومر عنده اكل عنده هيمرج مات مات.
فده داخل يعمل عمليه. انما ده مش هيعمل عمليه حاجه، ده يمشي على دواء اسمه كذا. ليه؟ عشان شكل الشخبطه اللي عنده دي بتاعت الدواء. احنا بنعرف من كده، زي ما انت بتعمل مراقبه قرش بيقول لك البكتيريا دي اسمها كذا بتستجيب لمين؟ للمضاد الحيوي ده. فانت بتروح اوتوماتيك مركب المضاد الحيوي على البكتيريا بتاعتك والدنيا بتمشي كويس. نفس الكلام في الايش. بالنسبه للعيال الجنرالايز بقى قبل ده بيجي السن ايه؟ ده الفيديو الشهير بتاع البنت اللي هي اسمها جوردي اللي هي لابسه اصفر هي والبنت الثانيه اللي بيقعدوا في الكلاس والمدرسه عامله تقول لهم كل شويه تناديها تناديها وهي قاعده كده تبلع عليها كده وبعدين ايه؟ يا وتروح راجعه تاني. انتوا بتتفرجوا عليه هو فين التشنجات دي؟ انت طبعا ايه؟ ما يملاش عينك الكلام، انت عاوز واحد بيلزق في الارض ويطلع من السقف ويرجع. ما انا قايل لك مش شرط موت. انا قايل لك ممكن تبقى ايه؟ امبيرد كونشسنس. ومعنى كلمه امبيرد كونشسنس مش غيبوبه. ممكن حاجات في الاول كونفيوجن حاجات بسيطه خالص. ده طفل عنده امبيرد كونشسنس لمده سكند بس ثواني. اسمها فاصل ونواصل. فاصل ونواصل يعني ايه؟ وقعد زيكم كده فراح فاصل شويه كده مع نفسه سرح كده ايه اللي انا عملته في نفسي وعايز راح راجع تاني خلاص لا قدر الله ما شاء فعل ولا ايه خلاص؟ فده العادي ده هيفضل يضغطك الاحساس ده لو انت مفكر نفسك في الكليه بس لا ده على طول هتدخل تحت ايدي واحد من الانسان يقرفك وواحد من الضيطره يطلع عقده عليك فهتلاقي الايام كلها شبه بعض وتضحك عليك فعادي خليك ماشي بقى مع ربنا وخلاص لحد ما يوديك زي ما يوديك خلاص؟ انا هفقد الوعي لمده 20 سنه 5 5 ثواني 10 ثواني مفيش وقوع على الارض خالص تبقى عارف الرولز دي مع انه ما بيقعش ما بينزلش في الارض وبيعور نفسه ما بيفضلش هو قاعد زي ما هو. هل هو بيفتكر هو كان فاصل في الفتره دي ولا بيصطنع اصلا؟ لا. طب احنا عشان نعرف هو كان فاصل سرحان ولا كان فاصل بتشنج نعمل له ايه؟ في تيست بيتعمل بيخليه يدخل في الاتاك دي لو هو ناوي يعملها. ده اللي بيجي لكم في الترو فوتو الهايبر فنتليشن ده كان بي بريسبيتيتد باي هايبر فنتليشن. بخلي الطفل ده يعمل ايه؟ ياخد نفس ويخرجه بسرعه 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 فيعمل سي او 2 ووش فيعمل حاجه اسمها ريسبيراتوري الكالوز ده بتروح عامل الخلع على طول في الاسنان دي تلاقيه راح فاصل منك على طول شويه وراح راجع من غير امبير كونشسنس كوقوع من غير انجن من غير ريكول. طب هو بيتعالج البتاع ده ولا ما بيتعالجش؟ بيتعالج بدواء مميز بسبب كبير في ام اس كيو اسمه ايثو توكسمايد ده لازم تبقى حافظه الاب نتيجه ايزو سوكس مايند ده مكتوب عندكم اكيد في التريتمنت ورا او بتاع الابسنس دي ده بينزل في الام اس كيو درجه الشغل واللي كاركترستيك اي جي حد فيكم قرا قبل كده الاي جي بتاعه كان عامل ازاي؟ محدش قرا خالص خالص هنبرر ما حاولتوش حتى تبصوا على الحاجات دي الكلام ده بيتسال لا هو مش هنا شكل كده اه ثلاثة سبايك اند ويف ذا ستشارج ده انا بقول عشان كده هو مكتوب اهو يا حرام عليك يا فضلتيني والله مكتوب اهو اصل ما ينفعش ما يتكتبش انا بتخضيت خط كتاب الاسم منها عشان كده بتبقى قلم يعني ده من الحاجات اللي هي المميزه هما اثنين مميزين عندكم كلهم اي جي عارفينهم؟ الانفانتايل سباب وده اللي هو اول واحد واخر واحد والاثنين دول بينزلوا لكم فيديو وانا بقول لك ليه عشان كده عشان بيستقل تحت الفيديو ده بيدي ايه في الاي جي مش معقول ما حدش فينا عدى كده بص ده فيديو عملي حتى سلسله من النظر ولا كده عشان اكتب ده عمل ده اي جي له ايه؟ ده ثلاثه سبايك اند ويل ستشارج ليه دي ثلاثه سبايك في الاي جي ورا بعض كده مميزين عاملين زي الابراج كده جنب بعض هو مميز بالثلاثه سبايك معاه مهم خلاص حاجه بتوع النيورو عارفين ان المنظر ده بتاع الابسنس. الابسنس مفيش ريكول وفيري شورت. طيب التونيك والكولونيك والاتونيك دول ايه؟ الاتونيك ده بيبقى حد واقف كده معاك بيحصل الاول يخش بيخش بيخش بالاول بيزيد المصل تون وبعدين يروح نازل في الارض اتونيك. فده مفيش حاجه فيه غير ان انت تبقى عارف اسمه. بس قبل ما يدخل في الاتونيا ويقع بيحصل انكريس في المصل تون يعني تلاقيه بيشد الاول في بعضه وبعدين يروح سايب نفسه خالص ونازل على الارض. ينزل مكانه كده وهو طبعا بيحصل له انجل. المايكرونيك اتكلمنا فيه ده اللي بيحصل اثناء السليب وانت بتنام بيحصل جيركي موفمنت صغيره خالص بتبقى فيري شورت جيركي وبريك قصيره جدا رجلك تحدف ايدك تحدف ده اسمه مايكرونيك وده في سندروم هتدرسوها ان شاء الله لو حد فيكم ذاكر الدكتوراه اللي هو المايكرونيك سندروم ودي من اسوء الحاجات اللي ممكن تعدي على الاطفال دي بقى حاجات اعمق شويه تبقى ليها اسباب ميتابوليك ديزيزز وتوكسنز وكلام من ده
التونيك كلونيك اللي احنا بنشوفه في الافلام في الشارع. كلمه تونيك يعني كونتراكشن، وكلونيك يعني ريلاكسيشن مع كونتراكشن. تونيك كلونيك يعني حد عنده كونتراكشن وريلاكسيشن ويشد ويسيب، وفي خطوره جدا 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 على حاجتين كبار، على لسانه وعلى صدره. صدره بيعمل ايه ساعه الاتاك؟ المصل بتاعه الكونتراكشن كلها واقفه، فالعين تلاقي لونه ايه؟ ازرق. وبعدين بيروح قاطع لسانه، ودي حصلت قدامي في السنتر مرتين وانا شغال في الكورسات، وينادوا بره في طالب بره عمال يخبط في البتاع بره، هم مش فاهمين حاجه العيال. يجي يطلع على واحد عنده جنرالايز سيجر ربنا عافينا، وناس الدب في كل حته، وبعدين تبص تلاقي الدم نازل من بقه قد كده. طبعا ساعات بتضطر تخلع الجو نفسه، يعني تعمل له ديسلوكيشن في الجو عشان يسيب على لسانه، ومش راضي يسيبه بيقطعه خالص وبينزل على الارض وبيقع على مصباحه. طب يحصل، فبيحصل بايتنج يعني، في ناس بتوقع سنين كتير في الحركه اللي زي كده ربنا عافينا برضه. تلاقي ايد اتكسرت، السنان اتقطع، فلازم تعمل حاجه اسمها ماوث جارد، اللي هو بتحط حاجه يعمل ايه؟ يعض عليه خلاص؟ ده بالنسبه للعيان ده طبعا بيعمل يورينيشن، بيعمل ديفيكيشن، عينه بتبقى لافه فوق، عنده انواع سيجر على الاطلاق لانه بيعمل بودي انجن. ايوه الاخير بقى ليه؟ ممكن يبلع ايه ده؟ يبلع لسان؟ لا، موضوع يبلع لسانه في السيجر مش في السيجر، في حاجات ثانيه ينفع. ما هو ينفع، ما هو الطنج ساعات بيحصل بقى من فوق. خلاص ده بيحصل، حد بقى هيفتح بقه وهيعمل ديسلوكيشن وهيعمل سوايبنج للطنج، ساعات بنجيبه ونربطه بره. بتاخد ستيتش كده لو انت في حته فيها مستشفى، وبتشده بره، بتخيطه بره على هدوم العيان. الميجر قطع بتاخده ستيتش وبتخيط، بيقع بتحصل له باكورد فور، بيقفل الاير واي. خلاص ما تقعدش المستشفى تعرف، ما تقعدش تبص كتير ولا حاجه. النوع الاخير بقى اللي هو سيبك من ده كله، اللي هو بيجي لكم كتير الفانتايل سباز. الفانتايل سباز ده بقى انسى اسمك وما تنساهوش، انه ما بيخرجش بره الفيديو، ده لازم يجي. هيجي لك انفنت من اربع شهور سنه لثمان شهور، السنه الاولى مفيش، مش لابس هدوم خالص كده ولا جميل كده. هم الثلاث عيال اللي بيجوا لكم ولاد شكلهم امامير قوي، صغيرين خالص كده قاعدين في السرير، وكل شويه اروح اعمل كده، يروح ضامن دراعه ده كده لفوق واروح رايح، كل شويه اروح اعمل كده واروح رايح. طبعا في ناس ما عندهاش مشاكل يا جماعه، الدكتور لازم عنده سن دواء، عشان كده بره ما بيدخلوش الطب زي عندنا هنا، تجيب درجات تروح داخل. بره انت نفسك بتبقى عاوز الطب، وعندك الموبايلات اختبارات وبيعمل لك حاجات وميتنج، انت لازم عندك سنس الدكتور. يعني مثلا طالب توري له الفايندنج يلقطها هوا، تدي له المعلومه يجيبها، ده هيبقى كويس. هو مش بالعكس، هو كله من امكانيات. ناس كتيره بتيجي بعد فتره تقول لك خلاص انا ماليش في السكه دي، مش حاببها ومش عارف امشي فيها، فيروح مغير مجال، في تاني في العقارات، في العربيات، في الاثارات، في اي حاجه فيها اسد، وربنا يكرمه. خلاص اي حاجه، اي حاجه بتجيب فلوس، ده مش عيب على فكره، ده اختيار صح. فلما جينا في عيل مصمم كل شويه يعمل كده، كل شويه يقول لك وايه يعني؟ وايه اي كلام؟ وايه يعني اللي هو بيعمله ده؟ يعني هو فاضي مثلا، بدل ما يقعد يطلع هيقعد يعمل كده كل شويه؟ ما تسالش نفسك فاهم كده ليه؟ ده بيعمل كونتراكشن كلاستر اوف سباز، بيقول عليه فليكسور تايب، وفي ناس بتعمل بالعكس اكستنسور تايب. اللي عليه كل فليكسور تايب ده كتير قوي بيجي بكونتراكشن في الشولدر كلاستر في شكل نوبات، والنوع ده من اسوء انواع السيجر، بور بروجنوز، بيسموه ويست سندروم. ويست سندروم ليه اسم تاني؟ ويست سندروم. الويست سندروم او الانفنتاج ده اسبابه هي هي اسباب السيدي فيديوماتيك برينيتال نيتال بوست ليست. هو في منه فليكسور تايب، في منه سنسور تايب. انا مش بلف ودور، عشان كده انا بقول لك معلومتين لازم تحفظهم عندي، ان ليه كاركترستيك اي اي جي اسمه هيبس اريزميا باتر. هيبس اريزميا ده الباتر بتاعه مميز في الاي جي، هم عارفين ان الشخبطه دي بتاعته. ودي كاركترستيك تريتمنت السيجر الوحيد، مش الوحيد عشان بس بتكلم كلام وخلاص، هو الصراحه والمايكولوجي اللي بتعالجه بالكورتيزون. يعني ده ينفع يتعالج بالاسترويد؟ لا، والاسترويد بيدي نتائج هايله فيه، دراج اوف تشويس، وبالذات السيمكتاني. السيمكتاني اللي هو الاي تي اتش، اللي هو الادرينال كورتيكوتروفيك ايه؟ هرمون. خلاص بيتعالج بالسيمكتاني او الاي تي اتش، وده دراج اوف تشويس. ده لو مش مكتوب عندك في الورقه الموضوع نفسه هتلاقيه موجود في الجلد، ما ينفعش ما يجيش، ما ينفعش ما يتكتبش. طبعا طبعا، وهسالك دلوقتي تجميع سؤال الام سي كيو الشهير. ما هو الحته دي بتيجي ام سي كيو فيديو، يعني مش قصه انت قوي اكتر ما هي ام سي كيو فيديو. تقسيمه دي لازم تبقى عارفها في الاورا، يعني ما تدخله دلوقتي على اي دكتور مثلا يقول لك في الاورا ايه انواع السيجر، قول له في جنرالايزد وايه وبس، وفي في البارشل سيمبل وايه كومبلكس، بيني وبينك واحد صح واحد نايم. طب انت بتخاف من البارشل ولا من الجنرالايزد؟ قول له الاثنين نايمين، بس ده بيقول ان في حاجه لوكال في المخ، عشان كده احتياجي للسي تي بيبقى اعلى، ده احتياجي لايه؟ دي اي جي. بس انا عاوز نفسي اقف على رجليها بس. بعد كده
هناخد اول واحد واخر واحد ونحطهم فيديوهات. الفيديو اللي بيجي لك ده وده ده اللي هو مين؟ ادخل بنت قاعده على الكرسي، لا وقعت ولا شنجت ولا حركت ايد ولا حركت من كده ولا حركت بس ليها كاركترستيك اي جي اه علاجها ده اسمه ايه؟ ايه صندوق كمان. طب وده ده ليه كاركترستيك اي جي اسمه هيبترزيا وعلاجه دواء اسمه استيرويد او اي تي اتش. ما هو الاي تي اتش ده لما يدخل بيخرج مين من الادرينال؟ الكورتيزون. هو هو نفس القصه خلاص، فتبقى فاهم القصه. دول انواع السيجرز واسباب. انتوا بقى اللي هتقولوا السؤال الجاي ده، لو جالك حاله سيجرز ايه الانفستيجيشنز اللي هتطلبها للحد؟ انا قاعد معاكم. جالك حد بتشنج دلوقتي الاثنين، في انواع انفستيجيشن؟ لا، في لاب وفي ايمج. لاب اللي هو هبدا الاول بحضرتك حب سي دي سي سي ار بي اس ار معاهم تي اس اف معاهم الكترولايت، مقتنع؟ الكترولايت والسي دي سي والسي ار بي واس ار والتي اس اف دول اهم حاجه. وبعدين هدور على الحاجات الميتابوليك، الجلوكوز والكالسيوم والحاجات دي كلها والصوديوم والبوتاسيوم والحاجات دي اللي هي الالكترولايت. بعد ما خلصت دول هروح ناقل نفسي على مين؟ على التصوير. هنصوره اي اي جي وهنصوره سي تي وهنصوره ام ار اي في بعض الاحيان عشان اقدر اوصل. طب هل في رول للكرينيال سونار ولا مفيش؟ قولوا لي في رول لو العيل ايه؟ غير يانج ايج بالظبط، عشان انا بستفيد من وجود مين؟ ده اللي انا عاوز دكتور اعلمه مش اكتر من كده. خلاص ده بالنسبه للجزء اللي هو بتاع الاسسمنت بتاع الحاله، من غير ما احفظ، من غير ما ادخل، من غير ما اقعد احفظهم ولا اي حاجه خالص، انا عرفت الاسباب. طب نسيتها، هكتب اسباب السي في. جيت على الكلينيكال الكالبشر عارف ان هم عنوانين كبار واثنين فيديو. اكيد الفيديو لما بشوفه بيثبت اكتر من المعلومات والورق، ده حقيقه. الاسنس بص عليه بسطه والورق اللي بيفضل بقى مبسط، يبقى عارف ان ده ليه اي جي، ده ليه اي جي، ده ليه تريتمنت وده ليه تريتمنت. تقدروا تظبطوا الدنيا كده؟ طيب ما هو انا بعمل كده مع الطلبه بس للاسف الناس مش مساعداك، يعني حتى لما جيت تقول يا 50 يوم روحوا وخمس ايام اقعدوا معانا بيكتفوا، يجي لك مره نظري ما يجيش، يجي لك مره عملي ما يجيش، حتى اللي انت عاوز تطبقه على الناس ما بتطبقش. مفيش حد حتى مساعدك تمشي شويه الاخاره دول زي ما بيقولوا. فلازم تعرفوا تظبطوا الاداء بتاعكم شويه. انفستيجيشن ادخل لاب وايه؟ وايمج. لاب يعني ايه؟ هاخد دم وهاخد سي اس اف وهاخد الكترولايت وهدور على الميتابوليك افكشن. والايمج المخ ماشي بالسيكونس لغايه صغير قوي بستفيد من هنا. حاجه اعلى شويه سي تي بعدها على طول ام ار اي ما عنديش مشكله معاك. وبعدين ده مخ زي القلب. القلب كنت بتعمل له ايه؟ اي تي جي. المخ هتعمل له اي جي. خلصت علاجك. اول كلمه فيرست ايد ليست. فيرست ايد ليست مش انت دخلت لقيت حد متشنج هيموت من ايه؟ من اير واي اوبستراكشن واللنج. فانا هعمل ايه؟ اي بي سي. اير واي مفتوح مفيش لسان محصور فيه، مفيش سكريشن قافلاه، وبعدين بريزنج ماله؟ طالع ده، يعني لازم يبقى في سورس اوف مين؟ القطر وسيركوليشن في الاخر. ايه اللي جاب السيركوليشن للموضوع؟ افرض حادثه لا قدر الله زي ما بيحصل وحد عمال يتشنج وبنت، لازم تعوض له بمين؟ بدم وفلويد. ما هو مفيش حل غير كده. الاي بي سي ده اسمه لايف سيفنج ميجر اللي هي الاسعافات الاوليه. بعد الاي بي سي فيرست لاين دراج. الفيرست لاين دراج في اي ايبيليبسي عارفينها ايه هي؟ صح؟ لا بس سيبك من الفينوبربيتون دلوقتي. الدواء الاولاني اسمه ايه؟ دايازيبان. تعرفوا الدايازيبان؟ ده في المستشفى امبوله صفراء كده اسمها نيوريل. انتوا بتشتغلوا بقى في امتياز ده دوركم. النايف بيديك امبوله كده لما تدخل معاها الطوارئ صفراء طويله كده 10 سم اسمها نيوريل. جرعتها عشان تبقى عارف في اي حته في الدنيا شرطه لكل كيلو. يعني العيل ال 10 كيلو خد 10 شرط، 15 كيلو 15 شرط، 20 كيلو 20 شرط. نيوريل ده الدراج اوف تشويس في الامرجنسي اللي هو اسمه الدايازيبان. بينفع لاي انواع الامرجنسي. بتدي منه شرطه للكيلو على طول في الوريد كده يوقف لك التشنج على طول. دايازيبان. خلاص؟ الثاني ده انتي ايبيليبتيك كالسيوم شان بلوكر، ده انتي هايبر تنسل. خلاص؟ دايازيبان اللي هو النيوريل. ندخل بعد كده على الادويه البديله، فينوباربيتون وفينيتويد. فينوباربيتون ده الدراج اوف تشويس في مين؟ في النيونين. في النيونين بديل الفينيتوين اللي هو الايبانوتين، ده البديل بتاعه. لو ما لقيتش ده بتدي ده، او ينفع تدي الاثنين مع بعض. طبعا اللودنج دوز والمينتنس دوز 20 و5. 20 و5، 20 ده لودنج بتحطها الاول، بعد كده كل 8 ساعات بنشتغل 5 مللي جرام. نبدا بقى نتكلم. لو انا عندي جنرالايز سيجر دي التقسيم، ولو انا عندي لوكال سيجر، ولو انا عندي ابسنس، ولو انا عندي مونوكلونيك، ولو انا عندي مايكلونيك، ولو انا عندي نيونيت، اللي هو الجدول الشهير اللي عندكم اللي هو بيقول لك علاج السيجر ان بتوين الاسباب. طبعا العيان اللي عنده سيجر ستيتس اكثر من 30 دقيقه وما بيفكش لازم يبقى محطوط على ميكانيكال ايه؟
فنتليش، لانه طول ما هو بتشنج نفسه ماله واحد، فانا حاطه على فنتليتور عامل له ساتشر عامل له اير واي بروتكشن. السؤال بقى لو انا خلصت باللي انت قلت عليه ده الزدام والفينوباربيتول والفينيتول وعملت اي وبي وسي وعلقت فلويد وحطيته على فنتليتور، ولقيت العيان بقى تمام وعاوز اخرجه، مش المفروض يمشي على لونج تيرم ميجر عشان ما يتشنجش؟ عد معايا، لو هو كان جنرالايز في دواء اسمه صوديوم فالبوريت، وده المفروض اللي هتلاقوه مكتوب عندكم في الجدول رقم واحد. صوديوم فالبوريت ده بيتعطى لحد 60 مللي جرام، من 10 لحد 60، وده الدراج اوف تشويس في مين؟ ده لو في السوق معروف اسمه ديباكين. في حد فيكم سمع عن دواء الديباكين؟ الديباكين او ال ما احنا قاعدين بنتكلم في الصراحه. والله زي ما انتم طيبه والله بتفك عندنا اللي احنا فيه، ربنا يكرمك. لا لا احنا بنشرح دلوقتي احياء ولا طيب الصوديوم فالبوريت او الديباكين اللي هو بتاع الصلع يعني ده الدراج اوف تشويس في حالات الجنرال. ده وده بيبوظ الكبده، بيعمل هيباتيك انزايم امبيرمنت معروف عنه سكادي. اللي بعده على طول اسمه كورونا ديباك، تسمعوا عنه ده في السوق اسمه تجريتول. حد عمره سمع عن تجريتول؟ ده اللي هو عنده صفر ده كورونا ديباك ده برضه بتاع البارشال سيزر بس الصرع اللي هو بين قوسين اللي هو اللوكال اللي هو اللوكالايز، انما الثاني جنرالايز. بعد ما خلصت الاثنين دول هاخد واحد من ده اكيد مكتوب عنه اسمه ايثو سوكسامايد، ده بتاع الابسنت، وهاخد واحد من ده اللي هو اخر واحد عندكم في الجدول اللي هو الاي سي تي اتش اللي هو السيناكتان اللي هو بتاع الكورتيزون ده لازم ابعته، واخد واحد من النيونيت. ايه دراسه تشوز النيونيت؟ فين وبرضه الشويه اللي انا قلتهم دول اذا فاكر الخمسه دول بيجوا في الام اس كيو. الدراسه تشوز في كل واحد من دول عشان الناس كانت بتسال ازاي الام اس كيو مش عارف، لا انت تقول عارف شويه معلومات هم دول يعني مش لازم اخد الجدول. لا مش لازم طبعا، المهم ان في حين يقعد ياخد الجدول ده كله خلاص. طبعا ادويه الصرع بالذات الدواء ده عشان دي معلومه لازم تبقى عارفينها، اللي هو الدواء رقم اربعه عندكم من تحت اللي هو اسمه لامكتال خلاص. الدواء اللامكتال ده اللي هو اللاموتريجين يا دكاتره، لامكتال. اي طفل بياخد لامكتال ممكن يحصل له سندروم شهير قوي 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 اسمه ستيفن جونسون سندروم. اسمع عنه؟ ستيفن جونسون ده ربنا عارفينه عارفينكم كده، هو واحد بيحصل له سكين ماتريشن وميوكس ممبرين وعينيه كل جلده بيتسلخ بالكامل، عباره عن ابنورمال رياكشن للدواء، وده فيري كومن من اقصى لسه عندي في الرعايه حاله او اثنين ستيفن جونسون مصاب بالدواء ده، كل شهر لازم يجي لنا عيان او اثنين بيعمل ستيفن جونسون سندروم رياكشن للدواء. خلاص معروفين عيانين الابيليبس اللي بياخدوا علاجات، لو تسمعوا عن حد او من قريب او من بعيد بياخد العلاجات دي وقال لك جلده بدا يحصل له كذا، ده انت بتبقى عارف ان ده متوقع. طبعا ده بيدخل الرعايه ياخد اي بي اي جي، اي بي اي جي اللي احنا قلناها قبل كده في مرض هتقول لك حالا خلاص. لو العين بتشنج اكتر من نص ساعه ده اسمه ايه؟ ستيتس ابيليبس، ده انديكيشن فور ار تي يو اي تي يو ادمشن ميكانيكال ايه؟ فنتليشن جنرال انستيزيا. جنرال انستيزيا بدواء اسمه تايو بنتال، تايو بنتال ده بيفك المصل خالص 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 بتاعه العيان. طبعا انت لما بتحط حد على ادويه زي كده بيحصل له ريسبيراتوري مصل ايه؟ بلد صح كده، فلازم تبقى حاطه على مين؟ يعني حته الميكانيكال الفنتليشن مش رفاهيه مني، ده انا العيان لو خد الدواء ده اللي بيوقف التشنجات، التشنجات فعلا هتقف، بس هيقف معاه مين؟ نفس، وهيموت منك على فكره في الرئه. وده حصل مع نايب عندنا هنا برضو جاي مفيش اي دماغ خالص، بنقول له ادي سايوبنتال وخد بالك ده انستيزيا، وحاطط وراح داخل حاطط سايوبنتال من غير ما يحط العيان على ايه؟ هو حط الدواء من هنا من غير ما يقول للحد. الممرض بيساله الواد ماله كده فصل خالص كده ليه؟ قال لك مفيش استنى اديت سايوبنتال. اديت سايوبنتال ازاي وهو مش على ما هو ما عندوش حاجه تخليني احطه على فنتريت؟ ده شوف الرد بقى اللي هو عذر اوضح من ذنب. طب ما هو ما بقاش عنده حاجه خالص اهو. طبعا جري بقى بسرعه وصويت وهات انبوبه وهات لارنجوسكوب وهات مش عارف ايه يا خدت يا ما خدتش. طب ليه؟ انا قبل ما اخد خطوه ابقى دارسها كويس، هل الدواء ده هياثر على العيان ولا لا؟ وهياثر ازاي؟ الافضل ليك تحطه على فنتليتور قبل ولا بعد؟ اكيد قبل يا جماعه. مفيش حد دكتور احنا بنعلقه مع الباب كده، بص تلاقيني جايب النواب بلزقه مع الحيطان هم والدكاتره. امال انا بقعد ازعلكم ليه؟ وانا عاجبني المستوى ده ليه؟ بس القطر عيني بيخر عندي في الرعايه. للاسف الشديد المنتج اللي هنا ده بيجي لي بقاله كام سنه هناك. اللي هو ربنا عافينا وعافيك انا زعلان ليه؟ اللي بيتريقوا عليهم دول اقسم بالله اقسم بالله اجيب لك الواد من قفاه كده اقف اساله يقول لك الاطفال من يوم ما اتخلقت لحد النهارده ايه؟ واجراء بالاجراء.
الدرس اسمه كذا وعنده كذا والعيان كذا واللي موجود ده ايه واللي موجود اللي احنا بنتريق عليه وبنقول عليه جامعه مش عارف ايه ومش جامعه ايه. مفيش كلام ما عادش كلام. بتاخد واحد دلوقتي من جامعه مثلا تعبه في العياده الخارجيه جنبك يساعد ويعمل ويكشف ويعمل ومعتمد عليه للاسف احسن. مش هقول لك ان هنا وحش وكوكا خالص بس ما ينفعش للاصل العلمي مستوى الطلبه اللي فيه ان هو يبقى بالمنظر ده خصوصا في مواد تعليميه. كليه الطب من اولها لاخرها فيها مادتين اثنين بيأسسوك علميا الاطفال والبطن بس دول اللي فيهم ميديسن. يعني ايه ميديسن؟ يعني اعرف اتكلم هارت شيست جي اي دي الجراحه والنساء ما تزعلش مني هم كم موضوع والسلام عليكم هم نفسهم يعني مش حاجه في الطب. هو اللي عارف فاجينال ديليفري او سيزيريان وقضي الامر على كده ما عندوش بيزكس ما عندوش معلومات. بتاع الجراحه عارف كويس قوي ازاي يدخل يفتح ويطلع الحاجه دي انما تساله بقى العيان عنده كذا مع كذا يبص لك كده ملوش الكلام ده. اللي يقدر يركب الدنيا ويقول لك العيان اللي يجي له هومه مع هايبوتنشن مع سكر ده ادرينال ده عيان مش عارف ايه ده عنده كذا ده عنده مش عارف ايه ده الميديسن اللي هو محطوط في المادتين دول اللي هم ورا بعض الاطفال تاسسك كويس عشان تدخل بطنه تبقى ارضيتك واقف عليه تعرف تزود الكميه دي كلها وده فرصه عمرك ان انت تتعلم. انا بلاقي في ناس فيكم حلوه وانا بشرح في ناس فيكم شاطره يعني الناس دي لو معمول عليها شويه شغل صغيره بيطلعوا بعد ما بيخلصوا ما بياخدوش وقت خالص بينتشروا زي ما بيقولوا وسعره قد زميله الثاني بالظبط ثلاث اربع مرات في ايام السخن ده حقيقي. لما بيروح يشتغل في مستشفى يومين اثنين ما فيش غيره بيطلب كده بيقولوا له تعالى وخد عندنا كذا وهنديك كذا وزميله جنبه كده لا ده بيجي يقضي الخانه وبيتقلب كده بالنص ده احنا جايبينه كده عشان يقعد اللي هو بيتقال ايه ده دكتور قاعد وخلاص وبياخد من ده بياخد السكه دي والثاني بياخد السكه دي. ما حدش جاي المهزله دي كلها عشان في الاخر يفضل قاعد زي البروطه مكانه. مين اللي بيحل الكلام ده؟ فده اللي احنا بنقوله. انت مش شايف الدنيا دلوقتي مش شايف ان احنا في معقده وبنقول كده خلاص عايزين نجيب لك احباط. احباط ايه اللي هجيبه لك اكتر من اللي احنا فيه؟ ما هو الاحباط بعينه ان انا مابقاش عارف حاجه قاعد كده وخلاص اللي هو ما اعرفش الامتحان عليه كام يوم بس ده انا فاكر ان دول احباط غير احباط ان انا واني بقى ابدا اشد شويه. بص مفيش حاجه في الدنيا اللي احنا مشينا سهله يا جماعه ولا هتجيلك كده وانت قاعد على كرسي لازم تتعب وتتعب كتير كمان لو انت عاوز الهدف انما غير كده طبعا ما تكونش لازم كده. اي عيان يبقى على الاناستيزيا المفروض يتحط على الفنتليشن لان انت في الحاله اللي زي كده الريسك بتاع العيان لما هتاخد دي انترفنشن بعدها اصعب كتير من قبلها. قبلها انا لسه عندي عيان بيتنفس والهواء طالع داخل فيه ويقدر يستحمل على ما اجيب انبوبه واجيب مش عارف ايه واجيب لارنجوسكوب وانزل التمريض وعلق دواء تاخد وقت. واحنا عندنا هنا في مصر لا احنا عندنا هنا في مصر الكارثه في ايه؟ تيم التمريض مش بالقوه اللي انت مستنياها ومش بالاهتمام اللي انت مستنياه لان اغلبهم موظفين حكومه فبيقول لك كده كده ايه بيرمونا اخر الشهر مش عارف ايه وتلاقيه ده من حياته اساسا. فده نقطه مهمه بره الناس ويل ترين ويل اكويب متطورين وهم واقفين عارفين ان في حد هيحصل. فده برضه جزء كبير غياب المسؤوليه عنك سواء الرقابيه اللي هي تبعتنا او اللي فوق. الناس دلوقتي مش مقتنعه ان في حاجه اسمها انا اعمل اللي انا عاوزه وفي الاخر ايه تلاقيه مقتنع قوي ان هو 100 وان هو احسن واحد في فوق وبيعوق الموضوع كله. فانت بتشتغلي على اساس عدم الغلط على قد الامكانيات اللي فيه. بعد كده ربنا بقى يجازيني ويجازيك في الاخر بس كل واحد يعمل اللي عليه. مش انا بقى ببوظ الدنيا ومقتنع ان انا خلاص بس انا ما اعرفش. ده المشكله فيك ما اعرفش ازاي يعني. خلاص بس ده الموضوع اللي هو اسمه سيجا. في بقى حته في الاخر في بيزنس ان ذا ريسك وده اهم سؤال فيه اسمه فيبرايل سيجا. ده مش حفظه ده اسم الفيبرايل سيجا معناها ان الطفل يسخن في الشنب. ده موضوع اسم نظر على بعضه كده معناها فيفر بتؤدي الى انفكشن بتؤدي الى كونفولجن. السؤال ليه الفيفر بتعمل كونفولجن؟ لان لقوا ان الفيفر بتزود الثريشولد بتاع السيريبرال نيرون انها تتشنب يعني لازم تبقى تتلك وجود الحراره بيبقى سهل قوي الاكسبلتيشن بتاع السيريبرال نيرون. بيجي دكاتره بتسالك سؤال لذيذ قوي في الاوضه بيقول لك ولد حرارته 40 ولد ثاني حرارته 38 ونص مين فيهم اللي يجي له فيبرايل كونفولجن؟ انتوا كلكم بتجروا على ال 40 ال 40 هو اللي اتشنب لا ال 40 اللي اتشنب ولا ال 38 ونص اللي اتشنب. القصه مش قصه ان هو وصل 40 ولا وصل 38 القصه هو وصلهم بقد ايه؟ يعني ايه؟ يعني مش الرقم اللي انا وصلت له الريت فرايت. يعني لو طفل عندك حرارته 37 دلوقتي راح واصل 38 ونص في نفس الوقت اللي انت قاعد فيه في وقت صغير خالص ده ما بيديش تولرنس خالص للسي ان اس ان هو يستجيب معاك. انت خدته عشوائي
طب انا ممكن اوصل ل 40 دي في 4 5 ايام كل يوم بزيد شويه 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 جرادوال. يبقى انت تقول له الريت اوف رايز بتاع التمبريتشر مش الرقم اللي انت وصلت له. الريت اوف رايز اللي هي سرعه ارتفاع الحراره هي اللي بتؤدي الى التشنجات. يعني وصولي من كام لكام في قد ايه؟ كل ما المده تقصر كل ما يبقى فرصه ان هو يتشنج. وعلى فكره لازم يبقى عنده جينيتك سستينابيلتي. يعني المريض اللي بيجي له فبريشن بلجم هو مريض اصلا عنده جينيتك سستينابيلتي زي مريض الازمه. هو كل واحد فينا يخرج الشارع يجي على شويه تراب يبص صدره ضيق؟ لا، في ناس بتكح بس وفي ناس بتكح وضيق. لان المريض اللي اتعرض للاضطراب ده عنده جينيتك ايه؟ إليمنت هو سستينابل لكده، زي اللي بياخد اسبرين بيجي له ري، واي حد ياخد اسبرين بيجي له ري. لا، طب احنا بنديه في الروماتيك. بس اغلب الاطفال عندهم جينيتك ايه؟ سستينابيلتي كده، لقوا جينز ليها علاقه بالموضوع، مجرد ما خد الحاجه دخل في القصه دي. فانت لو الحراره زادت رابد يحصل الكونفارس. بتيجي بشكلين، تيبيكال واتيبيكال. بص في حاجه كده تيبيكال فبراير اللي هو بيقولوا عليها الكلاسيك تايب او النون ايبيليبتوجينيك، لان النوع الثاني الاتيبيكال بيسموه ايبيليبتوجينيك تايب. دي بتيجي الطفل عنده السي ان اس بتاعه فري وعنده فاميلي هيستوري اوف فبراير وعنده السورس اوف فيفر اكسترا كرانيال. يعني ايه الكلام ده؟ يعني واحد عنده اوضايتس ميديا، واحد عنده ارثس في رجله او بصباعه سخنه فبدا يجي له ايه؟ تشنجات. جه تفحص السي ان اس لقيته ايه؟ ما عندوش حاجه في السي ان اس. انما عارف عيان الاتيبيكال ده ايه؟ ده عيان عنده سي ان اس انفكشن من انزايم، فكده كده سخن وكده كده ايه؟ هيتشنج. فهو عنده سي ان اس بروبلم، فده بيقول عليه اتيبيكال فبراير. ما هو مش كل واحد سخن وبتشنج يتقال عليه فبراير كونفلشن. السي ان اس بتاعه ماله؟ تقولي لي ده فري ما عندوش حاجه، يبقى ده فبراير كونفلشن تيبيكال. طب لو قلت لك السي ان اس بتاعه فيه تيرب السي اس اف اهو سحبناه ومليان صديد ومليان بتاع، ده عنده ايه في السي ان اس؟ انفكشن. عشان كده سخن وايه؟ وبتشنج. ينفع اقول عليها فبراير؟ ما ينفعش. دي اسمها ايبيليبتوجينيك سيت، اللي هي العيال اللي كده كده هيتشنج عشان عنده مشكله في السي ان اس. انما الاخ بتاعنا اللي احنا بنوصفه دلوقتي بتاع الفبراير الكلاسيك السي ان اس بتاعه كلمه واحده ماله؟ فري. انت عرضت السي اس اف لحراره مفاجاه، سبب الحراره او مصدرها كان حاجه في السي ان اس ولا حاجه براها؟ حاجه براها. يتشنج قد ايه بقى؟ ويتشنج ازاي؟ اول حاجه بيعملها بيتشنج في السن ده من 5 شهور لحد 6 سنين. عاوز تحفظها 5 شهور ل5 سنين ماشي، 6 شهور ل6 سنين ماشي، بس هو ده الرقم بتاعه. وبيتشنج جنرالايز لازم كل الجسم، وبيتشنج اقل من 15 مينت، يعني عمره ما يتزود عن ربع ساعه، وبتبقى جنرالايز. واهم حاجه ان هي نوت ريكورنت. يعني ايه نوت ريكورنت؟ يعني الولد سخن النهارده اتشنج مره ما اتكررتش تاني. انما لو النهارده مره وبكره تاني وبعده ثالث وكل ما هو سخن اللي اتشنج ده مش فبراير. المعلومه دي تهمني اكتر ما تتخيل. احنا هنطلع نشتغل بعد سنه من دلوقتي ان شاء الله، مش عاوزين نكذب حد، هو ده المبدا بس اللي احنا بننادي بيه. ما قلتلكش بقى سوبر مان خالص، هتاخد وقت. بس ما تاذيش حد لا عن عمد ولا غير عمد عشان ربنا يكرمك. اما تلاقي حد متشنج وعاوز تتهمه ان هو فبراير كونفلجن تقطع لسانه بعدين. ما تقولكش اختراع ولا حاجه. الراجل كتر خيره بعيدنا من 5 شهور ل5 سنين، هل الواد بتاعك من 5 شهور ل5 سنين؟ قال لي اه. قلت له طيب جنرالايزد؟ قال لي اه والله ده كل جسمه عمال يتشنج. سالت عدى ربع ساعه ولا ما عداش؟ قال لي ده 5 دقايق وبيقف. لحد دلوقتي احنا تمام، ما عندناش مشكله خالص. بس الغريب الراجل عمال يقول لك ايه؟ ده امبارح موجوده والنهارده موجوده واخر اليوم جت، يعني عمال ايه؟ ريجارد الفبراير كونفلجن هي خبطه واحده زي ما بيقولوا، الجسم خد رياكشن وخلصنا على كده. وانتهى الموضوع زي البرونكيولايز كده سنجل ويل. لو ريجارد كتير يبقى مين؟ ازمه. ده قصه وده قصه ثانيه. بس تيبيكال طول ما هو ايه؟ نون ريجارد. بقى ريجارد بقى مين؟ اتيبيكال. ممكن يبقى اتيبيكال جنرالايز او مين؟ او خلاص يعني ايه بريد وش عين عماله تعمل وش بقى عمال يلعب كده شويه وبتبقى اكتر من كام طبعا؟ من 15 ممكن تعدي 30 دقيقه واكتر من 30 دقيقه في ايام بتقعد تشيل الساعه كام؟ ما بتوقفش. خلاص ده بالنسبه للنوع ده. الراجل ده لو انت عملت له انفستيجيشن هيطلع فيه حاجه؟ لا مش هيطلع فيه حاجه، هي اصلا نو انديكيتد بالاي جي. طب هو ليه علاج ولا ملوش؟ بالظبط كده. قول له العلاج بتاعه زي الجنرال فيرست ايد فيرست لاين
وبعدين فيفر كنترول. انا كنت حافظها ان انا ثلاثه ايه فيرست ايد اي بي سي زي اي حد اذا بتشنش رقم 2 فيرست لاين اللي هو الدايزيبال والبينو باربيتو الاثنين اللي بتعاطوا في الاول. وده لما تقعدوا هنا في الطوارئ مع نواب وبريش كده زمايلكم كده اقعد بص شوف النايب اول رجل حد عشان بيعمل ايه بينادي على الممرضه يقول لها اديني امبول نيوريز ويقول لك خد يا دكتور الامبول ده اقف جنب العيان اول ما يتشنج اديله ايه اديله منه. انت عارف وزن العيان الممرضه راضي بيقول لك قالت لك 15 كيلو انت مجهز كل شويه 15 شرطه اللي هم قد ايه سنتي ونص بتزقهم الواد بيقف. لو النيوريز اتعطى مره والثانيه والثالثه والريسبونس لسه مش كويس بتدخل مع مين بعدها فينو باربيتون. فينو باربيتون ده اللي هو امبوله صغيره كده اسمها سومناليتا. سومناليتا ليه كلمه سومن اللي جايه منين نوم ده منومه سومناليتا ده اللي هو جاي من النوم سومنالنس اللي هو النعاس فهو امبول بتاع نوم. حتى الاهالي بيستخدموه غلط وبتاع ابليس الاهالي بينيموا بيه العيال الصغيره اللي بتقعد تزن كتير وتعيط طول الليل بيزهقهم. طبعا الدواء ده ليه مشاكل ليه مشاكل على الريسبيراتور سنتر وليه مشاكل على الهارت ريت ليه مشاكل مش حاجه ملهاش مشاكل لازم هتاخد ميزه هتدفع الاستخدام خلاص. ولو انت استخدمته مع نفسك كده بيبقى مش حاجه. بعد ما عملت الفيرست ايه هتعمل فيبر كنترول. ايه اشهر ميثود للفيبر كنترول في الاطفال كلمه ايه؟ ايه هم؟ تاب ووتر. لا 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 اوعى تقول الكلمه دي مش كولد كومبريسور خالص. تاب ووتر فومنت تاب ووتر فومنت ميه حنفيه. كولد كومبريشن ده انا هروح حاطه على ايدك هتمسكي ايدي بعدها تلاقي ايه؟ ساقعه وجميله كده. ايه اللي حصل؟ فازو كونستريكشن فانت حسيت ان هي برد. كل الحراره ريتيند جوه. انما لما جبت تاب ووتر قماشه عاديه خالص مبلوله ميه زي دي واروح حاططها كده على جسمي بعد شويه بتضطر تاخد القماشه تحطها فين تاني؟ ليه؟ ليه؟ ما سالتش نفسك ليه؟ ما هي الميه اللي كانت فيها كلها خدت الحراره من الجسم وطارت عشان كده نشفت القماشه فاضطريت اغطسها تاني وارجعها. كده انا بعمل ايه في الحراره؟ حاجه اسمها كوندكشن بسحبها من جسم العين لبره. انما الميه الحنفيه الساقعه وميه الثلج والكيس الثلج اللي بيجيبوه في الافلام المتخلفين دول وتحطه يعمل لك ايه في الجلد؟ سيفير بازو كونستريكشن. كل الحراره بتنزل فين؟ انطيب اضرب كده الترمومتر في بق العيان كده او قيس كده تلاقي حرارته اعلى من الاول ما بينزلش وايده مالها؟ ساقعه تلج وجسمه مولع نار ما ينفعش. بعد ما بينزل درجه الحراره 38 بتروح عاطي الدواء اللي بتاع الحراره في الاطفال اللي هو مين الدرجه شويه الحراره؟ بارا سيتامول. بارا سيتامول على 10 او 15 مللي جرام اللي هو في السوق اسمه ابيمول سيتال دي 50 اتمبرا ليه 600 اسم في السوق المصري. الثلاثة فيرست ايد اي بي سي فيرست ناين دايزيبام وفينو باربيتون فيفر كنترول زائد كوركشن اوف ذا كود. لو عنده قطيف ميديا بصلحها عنده اسس بشيله وهكذا. الفيبرايل كونفرجن مهمه والله ذكرها حلو ذكرها حلو بالذات التايب بتاعتها والديفرنشيشن. طبعا مين اللي ليه ريسك اوف ايبيليبسي في الفيبرايل التيبيكال ولا الاتيبيكال؟ الاتيبيكال لان عيان المنجرس معروف ان بيسيب سيكولي وراه بيسيب سيكولي يعني يرفع لفعه كده ويمشي يفضل العين يعاني منها عمره كله. هنقوله حالا دلوقتي في اي مشكله فيها. الموتور نيرونز او الموتور ويكنس ده موضوع في غايه الاهميه اللي هو مين؟ اتفضل. هو التمرين بتاعت العينه لما تيجي تقول ان يومي مش مثلا انت ليه بتطلعينا من هنا للشيء ده مش صح على فكره وانا مش متكبر خالص. انا ما بحبش اعمل انترابشن لاي حاجه تخرجني بره المود اللي انا فيه. فعندي سؤال انا مش هطلع الشغل مع بعض خلصت بس وانا عايز ارجع عمري ما هسيبك وامشي. انما ده مش اسلوب صح في التدريب ماشيين كده ولا حد واخدنا يعني علميا اللي بيعمل كده يبقى هو عنده علميا عنده مشكله كبيره قوي ان هو بيعمل انستراكشر للناس. فحاولوا دايما تبقوا مركزين في جنسه. الموتور ويكنس احنا بنتكلم عن المرضين دول يا المرضين دول اللي قدامنا دول بتاع دي ومرض في البتاع ومرض في ده. هتكلم على ثلاث امراض ركزوا معايا فيهم هم يمكن اهم ثلاث مواضيع في شابتر نيو كله بعد هيدروكابلوس اس تي بي. انت ذكرت هيدروكابلوس اس تي بي عشان البروبلم سولفنج وعشان العيانين وعشان الدسكشن بتاع العيانين وعشان اخلص منه. ده تمام ما عنديش مشكله معاك ده في نيو ورحت داخل قدام الثلاث امراض دول.
وبعدين رحت قريت سي ان اس انسبشن. ما خدش وقت المينتال ترانزيشن هو هو السي بي هو كونفرجن اللي انت عملته. كونفرجن ده فيديوز كتير قوي وان اس كيو. بص بقى على ثلاث امراض دول هنحط مرض هنا في العضله وهنسميه ايه؟ دوشيني. وهنحط مرض في النيرف وهنسميه جيليان باريه سندروم. وهنحط مرض في الانتيريو هورن سيلف وهنسميه بيردنج مش عارفه بوليو بيردنج هوفمان ديزيز. البوليو خلاص ما عادش موجود ده اسم بس في بوليو ايه مش مشروع اكيد طبعا مشروع ده فراغ فراغ عاطفي كمان مفيش حد عاد بيشرح البوليو خالص دلوقتي ده متشال من زمان ماشي انا مش معترض يعني جايين على ده وحاطين على ده هقول لك دلوقتي قصته ايه احنا عاملين جدول سحري كده جميل قوي بحاول تقابلني لو انت هتجيب لك الورقتين بتوع النيورو والحاجات اللي شرحتها اول امبارح هكلمك هكلمك النهارده ان شاء الله اقول لك انا هعملهم بص كده معايا في الحتتين دول هنعمل فيهم ايه؟ توشيت جليان باري فيرتن هوف مانديز واحد انتيريو هورن واحد نيرف واحد مصر يلا اربطهم ببعض لور موتور نيرون ليجن جمعهم في هيلكل عندهم باراليسيس معايا هايبوتونيا هايبو ريفلكسيا نيجاتيف بقى بابينسكي وبلبر ولا صوته بلبر؟ بلبر لانهم لو الابر بتبقى اسمه صوته ايه؟ بلبر واللور بتبقى اسمه بلبر مجمع تاني دول الثلاثه عندهم برد معاه هايبوتونيا هايبو ريفلكسيا نيجاتيف بابينسكي بلبر بوز الثلاثه بيموتوا من ايه؟ بس كده ريسبيرات ريموت برد وكده ده بالنسبة لثلاث امراض ده مرض خاص بالمصل ده مرض خاص بالنيرف ده مرض خاص بايه؟ بالانتيريور هورنتال دول غير الاثنين اللي احنا قلناهم في اول المحاضره اللي هم كانوا ابر موت فوق الخط اللي انا عامله ده في السباينال كورد وده الجري مصل ما بقتش شيء ده بوستيريور روت وده انتيريور روت ده سنسري وده موت لما انا اجيب لك مرض زي اي خطر اي واحد انت بيه تكون مستفيد لو انا جبت الفيرتن جوه لو خدت البوابه منين؟ تعلم الطب بقى الله يكرمك عشان نخرج دي بتاع البلتيشن اللي حاطط فيها سلك التلفزيون دي بتاعت الانتيريور هورن سيل دي ايه ده موت يعني لما اقول لك في عيان الجريان ده في عيان الفيرتنج هوف كل دول تروم معانا السنسيشن نورمال هنا لا هو ابص على اللي جنبي واغش من دي وابص على اللي جنبي وابص على ايه؟ ما هو مرض ضارب مين؟ دي موت يبقى السنسيشن نورمال من غير مرض الذكاء وجع دماغ موفرات ما دام موتور اصلا يعني مرض الفرد اللي هو من بين قوسين كده اكتب جنبه ايه؟ موتور ديزيز مش بالعكس هو موتور ديزيز ايه اللي حصل في المرض ده؟ عد معايا كده بسرعه قول له ده مرض كروموزومال ريسيس بيحصل ان في كروموزوم رقم خمسه لا يا عم كروموزوم رقم خمسه خير حصل عليه جين ميوتيشن اللي هو الكروموزوم ريسيس ده فحصل ابوبتوزيس في الانتيريور هورن سيل الابو قصود الله يرحمه الدكتور ناجي اللي هو كانت الخلايا اللي بتعمل ايه؟ بتنتحر بروجرام السيل ده عماله تنتحر بيتاكل الانتيريور هورن سيل دي جنريشن بص كده فيشه كده لما ترقص منك كده تبص على الشاشه تلاقيها بتعمل ايه؟ عماله ترعش تاخد وتدي تروح انت رايح عادل الفيشه كده لو انت تلعب في الفيشه دي شويه تلاقي العضله اللي نازله عماله ايه؟ ترقص كده ارتكيوليشن خلاص عنده كونتيكيوليشن دي كلمه السر فبص في الثاني الوقت اللي عمال يعمل زي الدوده عشان احنا عمالين نلعب فين الفيشه دي ما هي الفيشه هينزل عين اللي بتخرج في الحته واحده موتور واحده سنسر مش السلك اللي ماشي ده بيبقى فردتين جوه البتاع كده عشان يوصل ونحط فيه بره هنبوظه دلوقتي وهنبوظ الجهاز ده دلوقتي وهنبوظ السلك ده وهنبوظ الطب ايه هو كله شبه بعض هو الحاله احنا عايشينها خلاص الانتيريور هورن سيل بدا يموت بدا العين يجي له ايه؟ واحد فاتيكيوليشن اثنين العضله مش واصل لها حاجه فلوبي بيبي سايب راح هايبوتونيا تروح مجمع الفلوبي بيبي على طول وشد ومطلعه وحاطط ديفرنشال ديجنوز الفلوبي بيبي لان ده الموست كومن كوز اوف فلوبي انفانت في الاطفال ده سؤال انفانت بيسموه الاسم الثالث فاينل ماسل اسيد بيبوظ الانتيدي هورن سيل والنيوكليوس بتاعت الكرينيال نيرف يعني بالظبط في الكرينيال نيرف النيوكليوس بتاعتها بتبوظ زي دي بالظبط يجي لك العيال في لوبي بيبي عنده فاتيكيليشن عنده ابسنت جراس ريفلكس بتاعت الولاده تيجي تحط ايدك صباعك في ايده ما يعرفش يعمل ايه جراس انتك والام تقول لك حاجه جميله قوي وهي حامل تقول لك ابني ما كانش بيضربني خالص وانا حامل ما فيش ما بيرفض لانه دايما لاقي جوه ماله
ضايع ما بيعملش حتى خبطه كده واحده احس بيه، ده انا ما حسيتش بيه خالص، فمفيش كونتراكشن قبلها. بينزل لك الواد ده عنده مشكله موتور بقاله نوعه لور موت هايبو تونيا هايبو ريفلكس نيجاتيف بابينسكي ومعاه بالبر مانفستيشن، بيموت من ايه؟ صدره زيه زي كل بتوع النيور، عنده ريسبيراتوري موت البرد، عنده نورمال ايه وايه؟ نورمال سنسيشن ونورمال منتاليتي، محدش لمس دماغه، احنا ضربنا مين بس؟ الانتيريور وورم سيل. فالدرس لو مفهوم ما يخش فيه قصه، مش قصه ده قاعد نص ساعه تخلص شغل الهدف، هو قصه انت فاهم ولا مش فاهم؟ المعلومه لو داخله صح من الاول ولا هتتعبك خالص. يبقى ده عيان انتيريور وورم يعني موت. كروموزوم رقم 5 حقق ابو طوز الانتيريور وورم سيل بودر، النيرف مش قادر يوصل الكهرباء للعظم. طبعا لما اجي اقول لك اختبر الواد ده احتاج تلف وتدور، هتقول لي نيرف كوندكشن ايه؟ بلوك نيرف كوندكشن بلوك جينو تايب، هو النيورو اصلا عباره عن نيرف كوندكشن بلوك اي ام جي. اي ام جي اللي هو رسم مين؟ عضله، ونيرف كوندكشن اللي هو بتاع النيرف ده عنده مشكله حته الكوندكشن، لان الالتين هو السيل بتاعه مش ايه؟ مش شغال. الضم زي ما قلت لك 100 مره في علامه مهمه اوعى تنساها، فاتيكليشن، والعيان شكله فلوبي، يبقى كلمه فاتيكليشن فلوبي بيبي دول في دماغي على طول. يدخل في الدفرنشال دايجنوزز بتاع اخواته فلوبي بيبي سندروم. تعرف تقول فلوبي بيبي ليه ثلاث علامات كلينيكال وخمس ست اسباب ايه؟ وديفينيشن عشان نخلص منهم بالمره. طبعا علاجه ده ملوش علاج يا جماعه، باي نص القصر كده من اسوء اسوء العيانين، افتكر الكلمه دي، اللي هتشوفهم في حياتك في المستشفى. مش عشان هو حاجه، عشان مش بتعرف تعمل له حاجه. ده ميت ميت. ميت ميت بيدخل المستشفى كده معروف انه ماشي وان واي، مرض بروجريسيف ما بيقفش. كل يوم الانتيريور هورن سيلز بتيجي ورا انت بتيجي ورا واحده يقول بلبر ما حدش عارف يبلع ما حدش عارف يعمل ما حدش عارف ايه، بيبوظ منك كل يوم بيموت وكلهم عيال جميله سبحان الله. عمري ما شفت بيردنج هورن غير اللي بقوا جامدين جدا. يعني ده اكتر حاجه بتغلطهم، حتى لما جيت انزل صوره في كتاب ما لقيتش الصوره بتاع العيال الحلوه، فقلت لا ده مش حاجه كده غير عشوائي، لان لما بيدخلوا لنا الحاجات كلهم احلى من بعض، طفل وسيم جدا عينه ملونه وجسمه جلده حلو وشعره معقول، بتبقى متخلط قوي خلاص. ليه؟ ده لو دخلوا الرعايه معناها ان انت زي ما بيقولوا البنت يعني دخلت في الحيط، لانه بيتحط على الفنتليتر وما بيتشالش، ده اللي بيقعد سنتين في الرعايه لحد ما يموت. مع بالظبط بيبقوا موجودين في المكتب والصح ما يدخلوش لان هو ما بيعديش. هو ارحم للاهل والغير. ده المرض اللي هو انت بتقف كده ترفع ايدك لفوق وريني بقى هتعمل ايه؟ هو ده كان بيقول لك عشان تدرك. ما هو اي حد لازم اعمل له فيزيكال تيست، ما هو في دي مع باير بعمل له فيزيكال تيست. لا الاقصى من دريسه والحق مش هيتشال. بيموت. بص كده في الولد ده، لو انا سالتك ديفرنشال دايجنوزس فلوبي بيبي، اولا فلوبي بيبي ده سيفير هايبوتونيا صح؟ سيفير هايبوتونيا ديتنج سينس بيرث او ال ام، يا جاي على طول يا جاي متاخر. ليه نوعين، يا مشكله فوق بيقول عليه سنترال، يا مشكله تحت بيقول عليه بريف. لو انا قلت لك ايه السببين الوحيدين اللي عليك في سنه خمسه اللي بيعملوا فلوبي بيبي سنترال؟ الاتونيك سي بي والداون سندروم. الاتونيك سي بي والداون سندروم، في سندروم اسمه برادر ويلي سندروم، بيبقى اوبيزيتي كده وعيل تخين وعنده هايبوجوناديزم، لو تسمع عنه يعني برادر ويلي بيقعد ياكل 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 ويتمن كتير قوي، ولد شهير قوي. طب ايه البريف خالص؟ تعرف تعد كده كم سبب بيعمله؟ اهو انتيريور كورنيزيشن فلوب دي، مين كمان؟ صح جيليان بريك والدوشين، لان كل دول لور مين؟ اللور موت والسيفير هايبوكاليميا والسيفير هايبوكالسيميا، كل دي حاجات والمايوباثي كله، سواء بقى كونجنتال مايوباثي كونجنتال ماسل ديستروفي في مارسينيا جريفز، كل دول عيال عندهم هايبو ايه؟ تونيا. اي سؤال سؤال واحد بس عليه، بعد ما قلت له السببين ثلاثه دول، تعرف تفرق السنترال من البريفرال؟ قول له اه، الاثنين جيلي لايك هايبوتونيا زي ما بيقولوا، بس الريفلكسز بتفرق في مين عن مين؟ بالظبط كده، على العيان الابر من اللور، الاقي الريفلكسز موجوده او على الاقل بريسك، بريسك كام؟ تجري بسرعه شويه، خاطفه كده، في مين؟ في السنتر، انما البريفرال لا في تون ولا في مين؟ ريفلكس. طب سؤال كمان، ايه اهم ثلاثه كلينيكال ساين عند العيال دي؟ قول له واحده في الراس، الرقبه، واحده في الظهر، واحده في الرجل، احفظه كده. واحده في الرقبه، واحده في الظهر، واحده في الرجل، اللي في الرقبه حاجه اسمها هيد لاج. هيد لاج دي يعني لما امسك ايد العيل وهو نايم على السرير كده واجي اشده كده اقومه، المفروض يهم براسه ويطلع معايا، ده بيعمل ايه براسه؟ بيرمي ورا خالص، اسمه هيد لاج.
اللي هو الرقبه بتطلع باكورد روتيشن. طيب الثانيه اسمها كيرف ترانكو انفنتورال سسبنشن. اما تيجي تشيل قطه كده صغيره عندك في البيت تشيلها بيبقى ظهرها المفروض عامل كده، هو عامل زي بالظبط، بتشيله بتلاقي عنده كيرف ترانكو كده نايم مش عارف حتى يهم براسه شويه يعمل قرص ولا اي حاجه زي ما الاطفال كلها بتعمل، فعنده كيرف باك انفنتورال سسبنشن. ولما يجي ينام ابص على رجله الاقيها فاتحه خالص زي الضفدع، يعني الواد عامل زي الضفدع فروج ليج، وعنده كيرف باك وعنده هيد لاج واكروباتيك تايم بقى للصبح. ده تجيب رجله ترجعها ورا راسه ماشي، تفتح له الحوض خالص ماشي، اكروباتيك تايم سايب من بعض. دي اسمها مانيفستيشن اوف هايبوتونيا. طبعا اي حد بيسالك اي طفل فلوبي بيموت من ايه؟ ما تضيعش وقتك كتير، بيموت من صدره من الاسبيريشن، مفيش مصل خالص. الدنيا عنده برد خالص، ده عيان بيبقى وحش. ده البردنج هوفمان الاولاني. مفيش مشكله خالص، مرض غروب يعني ينفع نعمله جينو تايب. حد عنده مشاكل فيه؟ ليه نورمال مينتاليتي وليه نورمال سنسيشن؟ انا جيت جنب حاجه فيهم ما جاتش غير في المخ. طيب ناخد اللي بعده، جيليان باري، واحد من النيروبا. بياخد نيرف واحد ولا كذا نيرف؟ اول ما اقول لك جيليان باري تكتب كلمه واحده في الورقه بالخط العريض كده، بولي نيوروباثي. يعني ايه بولي نيوروباثي؟ يعني موت وسنتل واوتونوميك وكرينيال. بص الكلام، واحد اثنين ثلاثة أربعة، دي معنى كلمة بولي نيروبي. عيان بيتضرب نيرف موتور سيستم اوتونوميك كرينيال وبوست انفكشن. كتبت الكلمتين دول هتاخد الفول مارك، لأن الناس مش عاوزة منك حاجة، الناس بتتكلم كلام علمي، هم عاوزين كلمتين معينين عشان يفهم اللي أنت قاري وفاهم يعني إيه جليان باري. يعني إيه بوست انفكشن؟ ولد جاله جاسترو انترايتس نزلة معوية او نزلوا فرنزايت، طلعت انتي بودز تخبط وترجع في بعض، خبطت في النيرفات، كل اللي عملته شالت القشره دي. ده بيسموه دي ماينيشن، دي ماينيشن، يعني الدسك الكهرباء ده انقطع في البلاستيك اللي حواليه. طب الكوندكشن بتاع النيرف ايه؟ قلب. الكوندكشن بتاع النيرف قلب، بقى الفيل هيدز بيدي ايربز، تيجي توصل للنيرف للعضله ما تعرفش، هل العضله فيها مشكله؟ مفيش فيها مشكله، يعني الايد مش بتاع الواد ده ماله؟ كويس، بس النيرف كوندكشن ماله؟ وحش، امبيرد. في منه نوعين يا باشا، نوع اسمه دي ماينيشن بيقولوا عليه ماينينوبل، يعني ماينين، ونوع اسمه ابزوليجن، ابزوليجن اللي انت قاطع فيه مين بقى المره دي؟ سلك نفسه، وده اسوء نوع، ابزوليجن اللي هو انا قطعت النيرف نفسه مش شلت القشر بس، تاني النيرف كان سليم لحد كبير، بس الكوندكشن بتاعه دي ليه؟ لان الطبقه دي مهمه عشان الطبقه. وتقدر ده او ده بعد الجاسترو انترايتس، هو عيان عنده باراليسيس بيبدا بايلاترال سيمتريكال اسيزم. شوف الثلاث كلمات دول ما اتكتبوش ولا له لازمه اللي انت بتعمله. بايلاترال سيمتريك خلاص اسيزم بس، هما كده خدوا اللي هم عاوزينه. ايه الثلاث كلمات؟ بايلاترال يعني واخد الريب دي والريب دي، الايد دي والايد دي، سيمتريكال الاثنين زي بعض، الايد دي زي الايد، لو مش اسيمتريكال ده البوليو. يعني لو الواد رجله باظت والرجل الثانيه سليمه ده البوليو. وبيبقى اسندنج، يعني ايه اسندنج؟ يعني اول ما بيجي بيجي في الرجل، وبعدين يطلع ياخد البطن والترانك والابر لينك ويبوظ منطقه البلع، لانه بيبوظ النيرفات اللي هي مين كمان؟ الكريم. يعني ده نيرف زي ده بالظبط بيحصل فيه نفس اللي بيحصل في النيرف ده، فتلاقي العيل ما عادش عارف يبلع، ما عادش عارف ياكل قبل بيرجع في مناخيره. فده اسمه ايه؟ بلبر سمبتوم. ومعاه مشاكل اوتونوميك، يعني ايه؟ تشنج في الهارت ريت، في الريسبيراتوري ريت، في البلادر كنترول وفي السنسر كنترول، واكثر عينين الجليان باريه بيبقوا يجيبوا يورين على نفسهم رغم ان الواد 10 سنين و8 سنين و9 سنين. فهو اوتونوميك. سنسيشن عندهم وجع كبير، وجع رهيب في العضلات، عارف بتوجع ليه؟ عشان النيرون. مش الاعصاب لما بتلتهم بيحصل فيها حاجه اسمها ايه؟ تنجلنج سنسيشن كده وتنميل وبتاع، بيسموها باراسيتي او هايبوثيزي. ده بسبب التهاب الاعصاب. يبقى تجمع جليان باري انفكشن يزور البطن، عملت بولي نيروبي، ضربت مين ومين ومين ومين؟ موتور سنسل اوتونوميك كرينيال بايلاترال سيمتريكال اسيلينج. وبعد القصه دي كلها يخف بالكامل، كومبليت ريكفري. كومبليت ريكفري. سؤال، مين اللي راح للسي ان اس وبوظ النيرف؟ الانفكشن ولا الانتي بودز؟ الانتي بودز. ده الانفكشن كانت فين وفين بس؟
في زوري وفي بطني وطلع الانتي بودز بوظت تاني. بص بقى العجب، تعمل نيرف كوندكشن مضروب تروح عامل سي اس ام وتثبت الطالب فيه، لان ده من اشهر الكيسز اللي موجوده بروبلم سولفنج عندنا في الجيش. ولد كان كويس نزلت برد او نزله معويه اتشل وقع في السرير، مين يجي يعمل له مقاومه؟ ما دام اتشل بعد نزله معويه او نزله برد هيسالك السي اس اف بتاعه عامل ازاي؟ مميز؟ تقول له اه مميز. يا ريت ده عنده سايتو البيومينوس ديسوسيشن. ايه الكلمه الغريبه دي؟ ايه اللي انا بعمله ده؟ سايتو البيومينوس ديسوسيشن يعني اي حاجه في السي ان اس فيها انفكشن بتعلي السيلز وبتعلي البروتين. اي حاجه فانفكشن بتعلي السيلز بتعلي البروتين. ما عدا الجينيان بريك لقوا ان السيلز والبروتينز ما زادوش مع بعض، ده واحد فيهم زاد والثاني لا، فسموه سايتو البيومينوس ايه؟ ما معادش مع بعض. ليه؟ ده كانوا دايما مع بعض، زي في بعض البنات يكونوا اصحاب قوي مع بعض، هم دايما بيروحوا يجوا سوا، كويس حاجه جميله. لما الاقي اتفصلوا ومش موجودين مع بعض خير فين زميلك؟ ليه حصل كده؟ سايتو البيومينوس ديسوسيشن. هو مين اللي موجود جوه العيان في السي ان اس؟ الاميونوجلوبين، البروتين، الانتي بوديز. لا مين؟ الالبومين. طب هو في انفكشن صديد يعني؟ لا مفيش، فمفيش مين؟ سيل. فالسيلز نورمال والبروتينز ايه؟ زايده. مين اللي زايد؟ الاميونوجلوبين. لان ما عندوش صديد يا جماعه، هو انا لا عنده بوليمورف او ليمفوسيت، ما عندوش. ما عندوش كلام. عين المننجايتس اللي عنده السيلز والبروتينز زايد والسكر طبعا بيقل لانه بياكل سكر. فده عنده سايتو البيومينوس ديسوسيشن. دي من الحاجات اللي بتتسال وفيها كتير جدا 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 بتنزل في الام اس كيو. دي حاجه كاركترستيك للجريان بريء. ايه؟ مش مكتوب ده ما ده ادخل شوف ادخل شوف ادخل شوف ايه؟ قلتها 100 مره وانا بقولها على طول وانا بعمل ايه غير عمال اقول بس هي الناس اللي بتغيب. سايتو البيومينوس ديسوسيشن. سايكو البيومينوس ريسبتيشن زي دي كاركترستيك. هتشوف لو جه سيره الجليان بري لازم يبقى جليان بري نيرف ولا مصري نيرف موتور ولا تنزل ولا اوتونوم كله بص ايه انفكشن والريكفري بتاعه ماله كلمه واحده كومبليت لان البوليو ان كومبليت. طيب تعالى نمشي شويه علاجه ايه بقى؟ علاجه كالاتي ريسبيراتوري سبورت ادا واحد للفيروسري سبورت انا واحد يعني اكسجينك بقى والميكانيكال فنتيليشن بتاعك والسكشن والفيزيوثيرابي ده معنى كلمه ريسبيراتوري سبورت 4%. ده واحد. اثنين اي بي اي جي. ثلاثه بلازما فريد. بس هذا المرض بتاعك. ده علاج الجليان بريد. ريسبيراتوري سبورت خدت الواد حطيته على اكسجين شفطته تمام التمام مش مشكله عملت له فيزيوثيرابي وصلت على فنتليتور لانه بيموت من الاختبارات والمصري الدراسي، واحنا مش عاوزين وجع قلب. اثنين اي بي اي جي، ايه ده بقى؟ ده انتي بودي ضد الانتي بودي اللي عنده. اللي هو الفيجات، جرعته 400 مللي جرام لمده 5 ايام او جرام لمده يومين، هم 2 جرام قسمهم براحتك، يا تديهم على يومين يا تديهم على كام؟ على 5، كل يوم 400، ما هو الخمسه على 400 ب 2 جرام، والجرام لمده يومين بكام برضه؟ ب 2 جرام، افرض ما ينفعش. دخلت يا عم اخبط بالفيجان ده والعيال ما استجابش والايده مش عارف يبلع مش عارف يتحرك وبتنيل والصدر وحش هفصل له بلازما هدخله على جهاز فصل الكهربائي اللي هو بلازما ايه؟ فريد واشيل الكلام ده كله. ملاحظين الاثنين لاينز دول كانوا بيعالجوا مين من كام يوم؟ بيعالجوا الزرقاء عيال الاي تي بي اميونو جلوبلين واميونو سبريسيف بلازما فريتز وبلازما ترانسفيوجن والاثنين اس ستيرويد وسبليت. طب ما نعمله ستيرو ستيرويد في الاكيوت كيس لقوا ان هي بتديلي الريكفري. دي برضه حاجات عجب يعني الكونسيشن خد من ده ملاحظ في امراض عادي وامراض ما فيهاش انتي بودي خالص زي الفروتك بيشتغل عادي وامراض فيها ما بيشتغلش. نو كومنت. هو ده غريب فعلا. فالاسترويد كان عليه دول لقوا ان هو بيديلي الريكفر استخدموه بس في الكورونيك كيس لو حد ريكارنت او بيرزيست لقوا ان هو ساعات بيتحسن الريكفر انما في الاكيوت مكتوب كونترا انديكيت. حد عنده اي مشكله في الجليان بريك اريحك بقى كده تقوليش البوليو انت هتهدى معايا كده زي ما عملنا امبارح مرازم وشكر وحطيناهم في وش بعض قلت لك ده اكيوت وده كرونيك ده سيفير وده لا ده كربوهيدرات ده كله
ده مش عارف مونكي فيس وده مش عارف صناي فيس او مون فيس وجمعناهم مع بعض بتصلح بسهوله وده بتصلح لا هتلاقوا اتظبطت وبقت تمام. هتيجي نعمل كده بدول ونخلص بوليو فيرسس جليان باري. جليان باري سندروم مشكلتك مكانك نفس البوليو انديريور هورن سيل. عارف كلمه بوليو معناها ايه؟ يعني جراي مصر. جراي مصر اللي هي الاتش شيد اللي جوه بوليو يعني جراي مصر اللي هو الاتش شيد اللي هو انديريور هورن سيل ديز بره يعني موتور ولا حاجه موتور بوليو انديريور هورن فيرتن جليان باري نفس البوليو ده انفكشن ده انفكشن بفيروس اسمه ايه؟ بوليو فيروس. انما التاني ده بص ايه؟ انفكشن. جمعت اول اثنين صح كده؟ واحد منهم انفكشن والثاني بص انفكشن، واحد نيرف والثاني انتيجي هورن سيل. البوليو والجليان باري البراليسيس بتاعهم سيمتريكال في الجليان باري في البوليو اسيمتريك. الجليان باري اسندنج البوليو الى حد كبير ما بيعملش اسندنج بس هو بيخبط لك فمالوش اسندنج كارب. الجليان باري العيان عنده كام نيرف؟ موتور وسنسري وسير. الثاني اونلي ايه؟ موتور. معلش سؤال، هو البوليو ده بيعمل ايه في السي اس اف؟ بيزود مين ومين؟ الاثنين، لان ده انفكش. انما الاخ ده لا، عشان كده لما بيجي لكم الحاله بتفحص السي اس اف بيقول لك ده ده او ده. طيب ايه رايك؟ ايه رايك في العيان كريكفري؟ مين اللي بيحصل له كومبليت ريكفري؟ يبقى لما ليه البوليو ان كومبليت ريكفري بتسيب اهو علاج تلاقي حد الرجل دي باظت ما اللي كان عنده بوليو وفر. مين اللي ليه فاكسين؟ البوليو. ومين اللي ليه سيكين؟ جليان باري. كده كلام متصل صح كده؟ ده بالنسبه ليه؟ لا خدها يتفضل الاخ ده دوم شيء مرض ضمور العضلات بتاع الذكور. مرض ضمور العضلات بتاع الذكور ده كونستكشن في المصل بتاعتنا فيها بروتين كده جميل كده اسمه ديستروفين. بروتين الديستروفين ده بيسمح بالكالسيوم ان هو يدخل جوه العضله وبالماده اللي هي اسمها كرياتين انها تدخل تتاكل وتخرج كرياتينين. ايه اللي اتعمل كده؟ ده مرض اكس لينكد. احنا ما اتكلمناش كتير، احنا قلنا ده الهضوم الايه؟ ده بص ايه؟ انفكشن. والبوليو كان ايه؟ انفكشن. يبقى واحد انفكشن، واحد بص انفكشن، واحد الهضوم الريسبتيف، والثاني اكس ايه؟ اللي دول الاربع امراض بتوع الموتور ديزيز العالم. الاكس لينك ديزيز اتكلمنا امبارح في الجينيتكس ان ده مرض يخص الولاد، عشان كده هو بوي ولد بوي ماله بقى؟ بدا يحصل له بروجريسيف ديجنريشن في العضلات بتاعته. السكيلتال ماسل والكارديك ماسل. ديجنريشن بروجريسيف مع الوقت، وكلمه بروجريسيف ديجنريشن اهم كلمه في الدرس. بروجريسيف يعني كل يوم اسوء. جاي لك الاخ ده بايه؟ ان لما الورق في الاكس لينك ديز اوردر ده فراح بوظ له ماده اسمها ديستروفين. هو اصلا الاكس لينك جين اللي هو ورثه مسؤول عن تصنيع الماده دي ايضا. ديستروفين بروتين. ايه فايده الديستروفين بروتين في العضله اللي هو لونه احمر؟ ان هو بيدخل كالسيوم انفلكس كويس ويخلي العضله قويه تقدر تتحرك وتكونتراكت، وكمان بيدخل الغذاء بتاع العضله اللي هو الكرياتين اللي هو البطرمانات الجراب اللي موجوده في الجيم مكتوب عليها كرياتين. اول ما تاكلها العضله تحولها لماده اسمها كرياتينين اللي هي من الكلى متخرجه، دي الويست برودكت بتاع العضلات بتاعتنا. الكلى متخرجه فبنقيس بقى وظيفه الكلى. عشان كده لو زادت الكرياتينين معناه ان الكلى مش عارفه ايه؟ تخرج الويست برودكت ده. طيب انا عندي عضله دلوقتي ما بتاكلش ما بتدخلش فيها كالسيوم، ايه رايك في قوتها؟ ضعيف؟ طب ما بتاكلش هيحصل فيها ايه؟ ديجنريشن واسف. الجسم لما العضله بيحصل فيها ديجنريشن بيروح يعمل لها ريجنريشن. عيب العضله والنيرف والتين اس ايه؟ ما بتعرفش تعمل بداله فبتروح عامل فايبروز. الجسم مش عارف يعمل حاجه فراح عامل هنا فايبروز وفاتي انفلتريشن. بدا العضله فات وفايبر. فات وفايبر. بعد ما كانت اتروفيك وديجنريتد رجع عمل ريجنريشن فعبت فات وعبت فايبر لقيتها كبرت 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 مع الوقت وعملت هايبرتروفي على الفاضي. الواد لقيت عضلاته مقلبصه كده اللسان والدلتويد والقطمه. ايه ده العضلات دي بسم الله ما شاء الله؟ روح الجيم ولا ايه؟ والله شيل لنا كده الترابيزه دي بايد واحده ده مش قادر يشيل الكوبايه ده.
يبقى ده اسمه ايه؟ سودو هايبرتروفي. ايه هو السودو هايبرتروفي؟ زياده سايز وزود زياده باور، ده السودو هايبرتروفي. عيان ضار فين وفين وفين وفين؟ نقول له في اللسان والدلتويد والايه والكف وبرومن انت عاوز الكف. طب تعالى نلعب مع الواد كده، ارفع يا ابني ايدك فوق وسرح شعرك، ما يقدرش لان الدلتويد مالها منظر، ما بيعرفش يكون بالهيل، ما بيعرفش يرفع ايده فوق راسه توقفه على الصباره وترفع ايده كده، تلاقي الاثنين الكابله بتوعه بيرموا يمين وشمال، ما فيش خالص كنترول عليه. طيب مشيه بقى كده، احنا بنمشي عشان عندنا بلد في مصر قويه، فبتاخد الرجل بتسحبها سحبه كويسه زي حتى العساكر بتوع الجيش اللي هو ماشيين كده. الاخ ده ما يقدرش يمشي المشي ده، عمال يحدف يمين ويحدف شمال كده زي البطريق. فيقولوا عليه عنده مشي اسمها وادلينج، شبه عين الرجل، وادلينج جيش بيحدف يمين وشمال. ما فيش عنده الشولدر جيردل بتاعه بيرمي. طيب تعالى نختبره اكتر، قعده في الارض كده، فيديو الشهير اللي بيجي لكم، فيديو واد اجنبي كده لابس احمر كده مخطط، واد مصري عندنا فوق في الدور الثامن هنا لابس فانيلا كده، بتلاقيه قاعد في الارض وبعدين بيطلع كده، ده اسمه ايه؟ جوار ساين. الجوار ساين اللي تشايلد بيكلايم بنفسه عشان يقف. احنا لما بننزل في الارض هو دكاتره بنقف عادي، هو ما يعرفش يعمل الحركه دي ليه؟ لان الكف والهامسترنج ماسل بتوعته مالهم؟ ضعيفه جدا جدا، فبيضطر يستخدم مساعده وهي ايه؟ يدوس بايده على جسمه عشان يقف، فبيسموها جوه ساين. يجي لكم جوه ساين، الواد قاعد في الارض وبيطلع على نفسه ويقول لك ايه ده؟ ده الجوه ساين بتاع مريض مين؟ الدوشين. هو العيان ده عنده هايبرتروفي ولا سودو هايبرتروفي؟ سودو هايبرتروفي. المرض ده اوتوزومال ولا اكس لينك؟ اكس لينك بيأفكت الفيميل ولا مين؟ 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 بول. العضله دي مليانه ايه وايه؟ يعني لو سالتك تعرف تعمل انفستيجيشن للعيان ده؟ تقول لي اه ده سهل قوي. هاخد ماسل انزايم، ماسل بايوبسي، ماسل جراف. ماسل انزايم، ماسل بايوبسي، ماسل جراف. ماسل جراف اللي هو الاي ام جي اللي هو الكترومايوجراف. عندك الماسل انزايم هتلاقيه عالي في السماء، ليه؟ انجز في دي جنريشن، في ديكي. طب انا اول ما بعمل دي جنريشن ولا بعمل هيلينج؟ الاول دي جنريشن. فيعلى مين الاول؟ في ديكي قبل ما العيال يتكس على وشه. قبل ما يقع. هو الرد ليه كلمه السر؟ اه سلالم. اول ما تلاقي ولد مش عارف يطلع السلالم او يقع على السلالم اقفل وروح لحاله الجليد لحاله الدوشين. يقول لك ديفيكالتي ان كلايمبنج مين؟ السير. العيل الصغير حلم عمره عند سنه ونص انه يطلع بره باب الشقه او لو في جوه الشقه سلمه واحده، تلاقيه بيعمل ايه طول اليوم؟ جرب شقه قبل كده عند سنه ونص ما بيعملش حاجه في حياته غير عمال يعمل ايه؟ يطلع السلمه دي. ده عشق حياته كلها. تخيل ان كده مش عارف يطلع السلم. لانه ما بيعرفش يعمل ايه في البيت المنطقه. مش عارف مستلم يعني ايه؟ سلم يعني الحته بتاعت البيت ما بيعرفش يطلع السلم. ديفيكالتي ان كلايمنج ستيت خلاص خلصت خدت اللي انا عاوزه. الولد ده عامل لي سيدي كده عالي، قال لك هو تستفيد ايه من سيدي كده عالي ده 100 مره او 1000 مره ده اكتر من حد. قول له بستخدمه كسكريننج تيست في اخواته. انت عارف اخواته الولاد لسه ما تشلوش ولا قعد ولا سلام ولا ايه. بتجري بدري قبلها تعمل ايه؟ سكريننج. تلاقي السي دي كي بتاعهم عالي جدا قبل ما يتشال. ده سكريننج تيست. طبعا الاب ده انت بتنبه عليه اي ولد هتجيبه غالبا هيبقى ايه؟ هيبقى بالمنظر ده. فبيختار ساعتها بيكمل تايتنج من بدري يكمل ولا ما يكملش. البنت بتفلت لان عندها تفاهه. اثنين بيجي يكمل له ماسل انزايم. ماسل بايوبس بتعمل هنا ايه؟ فات الفايبر ونقص مين؟ ديستروفين. طيب ايه ام جي طبعا ضايعه ميه بس بس العضله مفيش طاقه. طب تعمل له ايكو ولا ما تعملوش؟ لازم اعمل له ايكو. لانه بيموت من القلب، ما هو بيجي له في القلب برضه مصر ده مش كارديو وما يقف. يبقى لو سالتك الجزئيه الاخ بتاع الدوشين بيموت من ايه وايه؟ ريسبيريشن وكارديو. ريسبيريشن وكارديو فيلير، كارديو هارت فيلير. ليه علاج المرض ده؟ لا مفيش علاج للاب. بيعمل له حاجه اسمها ماي بلاست ترانسفير، ياخدوا عضلات من الاب. بيعملوا حاجات اسمها ستيم سيل ثيرابي، طالعين هم بحاجات كده غريبه بيبداوا يشتغلوا بيها بس برضه كلها اندر ترايل. طبعا اغلبهم للاسف بيموتوا في السكند ديكيت اللي هو من 15 ل 20 سنه. واغلبهم بعد 10 سنين بيقعدوا. انا كان معايا حالتين دوشين كنت بجيبهم من دروس. الاثنين لما عدوا ال 10 سنين ما عادش بيتحرك خالص. خالص. العاد بيقف والعاد بيمشي لان المرض ماله؟ بروجريس. وده كتير تسمع القصه دي، حد يجي لك مثلا من الناس اللي على الله كده ابني ولد بقى يقع كتير ومش عارف ايه وخلاص القصه شيء مشؤومه، لان انت عارف ان ملوش علاج فالقصه صعبه. طب هو بيجي في البنات ولا بيجيش؟ لا يمكن يجي؟ لا عندها 3 اكس، عندها 3 اكس
هو ده مش عارف هو ده سنين وفين الاب مفيش اب يا جماعه مش معقول هذا راح اتجوز شيء من غير ما يبقى دجين وحيره ما ينفعش مفيش دجين اب فبالتالي مفيش دجين طب تقطير في البنات بيجي يقول له ممكن نوع شديد اسمه بيكر بيكر فرق البيكر اللي هو ايه مايند فور وليت فور ومش اكسترينت بقى ده ممكن يصيب اوتوزوم ده ممكن يصيب الفينيل او ده بيبقى مايلد ديزيز يعني شكل الدوشين كده بس بيجي متاخر وبيجي بشكل اهدى خالص عامل زي الهيموفيليا بي ام سي كده بيجي متاخر وبيجي بشكل هادي اللي هو بينزف اكتر من الوزن الطبيعي شويه انما انا ماشي الحال ذكر بي اي سي كي اي او ذكر بس ذكر يا ريت لازم يكونوا كاتبين الراجل لازم يكونوا كاتبين ما ينفعش ما هو اول واحد اهو طب دي بقى تحط الميه شويه طب ده عظيم ما حطيت عليه عشان ملوش ملامح ما انا قلت لك الكتاب اللي ملوش ملامح ما ينفعش لازم يبقى فيه شكل خطه منه حد عنده مشكله فيهم دول على فكره اهم جزء الحته اللي احنا دخلنا فيها دي بتاعه الموتور نيورون ده زي اسمك بالفلوبي بيبي بالدوشين في الجليان قريب الناس دي كلها زي ايه ده كده هاني قوي فاكر اديكوا بريك كده كتير ماشي انا هدي الموضوعين اللي فاضلين دول هكمل بقى الحتت اللي بره دي كلها اللي هي بتاعه الكاو ميلك الفاكسين الهرمون الجديد بقى ماشي هو اخر حضرتك كده هيجي ايه ام ار من تخطيش هو هو الجديد ايه يا عم ده ما خلصت انا مالي انا همشي لحد ما تقولوا لي بس عاوزين تكملوا بكره بعد ما عنديش مشكله